صباح الورد، صباح الحب، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الضحكة اللي عنا برشا عليها اليوم. تجاوزت، خليني نقول أنا، تجاوز 9000 شهيد في قطاع غزة جراء الحرب اللي يقوم بها الكيان الصهيوني. شهدائنا هذوما ما كانوش مجرد أرقام، ما همش باش يكونوا مجرد أرقام، كان كل واحد فيهم حكاية، كان كل واحد فيهم دار، عائلة، حلم، طموح. خليني نقول أنا الرقم قاعد يرتفع ويرتفع، احنا نسجلوا ديما في يعني وسط الأسبوع، ما نحبش نعطي الرقم قداش خاطر كما قاعدين نشوفوا الحرب ما زالت متواصلة. نتمناو يا ربي النصر والحرية لكل الشعب الفلسطيني وبالتحديد قطاع غزة، وإن شاء الله يا ربي ترجع الضحكة ويرجع يعم الأمن والأمان. هذه نهارك زين اللي تعودتوا بها كل سبت وحد لحداش متاع الصباح، تعدوا المنقالة متاعكم على نهارك زين على قناة حنا بعض، تلقاو عديد الفقرات والمواضيع نحكيو صحة نحكيو تغذية نحكيو دبارة. اليوم حاضر معنا الدكتور حامد حباشة وعديد المواضيع الأخرى. حاضر معايا وسعيدة باستقبال شيف رؤوف اللي جينا من القروين عاصمة الأغالي. باش نحوالك شيف؟ صباح النور سمية، صباح الخير السادة المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا على قناة حنا بعض. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة. جيست احنا باش نعملوا دباره اليوم، باش نقول لكم الدباره بالنسبه للدباره نتاعنا اليوم، باش نعملوا ليجيم فارسي اللي هي اكله تقليديه وزمنيه نسميوها احنا باللغه العربيه نتاعنا فندق الغله. ان شاء الله تعجبكم الدباره، تابعونا على مدى ساعه ونص. جبت لي المقروض ولا ليه شيف؟ جبت لك المقروض الجويد، ما كنت تقول لي رؤوف جيب لي المقروض الجويد تحبه جبت لك. صحيت ميرسي. هكاك باش نبداو الحصه متفاهمين، فما مقروض مرحبا بك، ما فماش ماك تعرف. ان شاء الله ديما متفاهمين. ان شاء الله ان شاء الله ديما متفاهمين. كيف كيف حاضر بحدنا شويه اخر شيف ايمن، اليوم باش نعطيكم الدباره. نعرفوا برشا منكم يعانيوا من حساسيه القمح واللي نقولوا احنا سون جلوتين اللي حكينا فيها الجمعه اللي فاتت مع اخصائيه التغذيه، واليوم حبيت نجيب لكم شيف طموح برشا كون روحه وعمل بروجي تبارك الله عليه، اليوم باش يعطينا الدباره باش نصنعوها مع بعضنا. وهوك اللي عندهم شويه مشاكل ما ينجموش يشريوا الحلو ولا الكيك من 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 خلينا نقول انا من من المحلات، دونك ينجموا يعملوه حتى وحدهم، راهو فاسيل على الاخر. وبالطبيعه ايمن بعد باش يعطينا الكيفيه كيفاش معناها نحضروا الكيك هذا براونيز نورمالمون فوندون شوكولا. يا عيني يا عيني. وكيف كيف باش نحكيو زاد مع اخصائيه التغذيه مريم الشرقي باش نحكيو على الشوكولا، شنو مدار الشوكولا وشنو منافعها اذا كان عندها منافع. نعرف لي الشوكولا نوار فيها منفعة، هذا الكل باش تعرفوا عليها شويه اخر مع اخصائيه التغذيه مريم الشرقي. هذه نهارك زين باش نتواصل معكم من توا حتى النص نهار ونص، ما تبدلوش اقعد معنا. مرحبا. والبداية كالعادة تكون ملك وجينا نعرفوا برشا نسي عادي والجمعة الكل حيرين حيرين في الدبارة وهذاك السؤال شنو نطيب، وساعات هكا نشدوها مقرونة ساعات شرب مفورة. الأفكار تضيع علينا، هذاك علاش أنا ديما نجيكم كل سبت واحد ونعطيكم برشا 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 أنواع من الماكلة الجديدة. خليني نقول أنا برشا تعرفوها وبرشا حكاية كل العرايس الجدة أكيد هكا حق بربي. على فكرة قبل خرحة بالشيف قبل ما نحكي لكم حكاية شيف بونجور. مرحبا بك سمية. شنو الحمد لله لاباس. أنيق محليها اللبسة. عايشك ميرسي. أوكي كيف كيف اللي مع الزوز على قلب على القلب. قلب على القلب. شنو الدبارة نتاعنا الساعة قبل؟ بالنسبة للدبارة نتاعنا اليوم سمية باش نعطيهم في لونتري سلاد كريديتي اللي ديما معناتها بالطبع سلطة اللي متغيب على طعام. بالنسبة للسويت باش نعطيهم طريقة ليجيم فارسي اللي هي معناتها فندق الغالة أكلة معناتها تقليدية. وبالنسبة للديسير اخترت باش نعطيهم اليوم الريسيت نتاع البسبوسة، هي معناتها تحلية بسيطة وتنجموا تعملوها حتى في الويكاند وتقدموها للصغيرات، وإلا تنجموا تعملوها حتى تحلية العشية مع كويس تي. ياكلوا صحة وبالشفاء. هي بالتونسي يقولوا لها بسبوسة؟ هي اسمها هريسة قلب اللوز. هريسة هي فمش كل يقولها في الشرق يقولوا بسبوسه بيسك احنا مش نزيدوها اضافه نزيدوها ياغورت، اما نقولوا هريسه معناتها باللغه نتاعنا ديجا نقولوا الهريسه العربي نتاعنا، خاصه كانوا قبل القدام وحتى توا كانوا يبيعوا قدام المدارس، وخاصه يخرجوا الصغيرات الجوايع معناتها يخرجوا ديريكت ياخذوا كعب هريسه تكون سخونه. اي خل تبعك اليوم تبعك الهريسه معناتها ب 10 ملم توا يظهر لي كعب هريسه وصلت حتى لدينار ولا اكثر. باش نتبعك شايف اليوم نحب نعرف روسيت نتاع الهريسه خاطر بالحق مع شويه كي قوى عربي كي مع
طايره زهر كما نقول انا، وربي ان شاء الله يجيب زهر. جمعه اللي فات قلت شكون من البنيات العرايس الجدد المزيانات اللي قاعدين يتبعوا فينا. نعرفكم كل ما تعرفوش الطيب والعصيدة العربي، فوالا والله برشا بعثوا لي ميساجات على الخاص وعلى الباج كيف كيف، وتغشوا شويه هكايا قالوا لي كيفاش تقول البنات الصغار ما يعرفوش يطيبوا العصيد العربي. انا قلت راني الاغلب ما يطيبوش العصيد العربي، وحبيت نعمل بون باش نصدقك انت ولا غيرك اللي بعثوا لي على الباج نتاعي ولا على باج نهار الكازين كما تروها مكتوبه اسفل الشاشه. حبيت كمان نشوف التصويره كي تقول لي نعرف نطيب، ايش شكون قال لي تعرف الطيبه هذايا دفي هكاك. انا باش نعلمكم باش نزيد نشجعكم انكم تطيبوا العصيد العربي كما قلنا بشويه زيت زيتونه هكايا اللي سومو سومو طلع 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 ولا نار باش يوصل حتى 30 دينار ان شاء الله. الجمعه الجايه باش يكون حاضر معنا شكون باش نحكيو على الموسم جني الزيتون ويرندرا ليتر زيتون باش توصل 30 دينار والا لا، هذا كل اكيد الاسبوع القادم باش نحكيو عليه. خلينا نبداو بالبسبوسه ولا كما نقولوا احنا توانسه هريسه. بالنسبه للهريسه خذيت سميه تاخذوا معناتها صحفتين سميد، سميد يكون احرش، فمش كون يعملها سميد متوسط، ثاني اخترت باش نعملها بالسميد الاحرش. تاخذوا صحفتين سميد احرش وناخذوا صحفه سكر. نخلطوهم معناتها ممنوعات هذوما شايف. علاش ممنوعات؟ السكر ولا السميد؟ ترجع لي معنيش ممنوعات لبس علينا. اما السكر والسميد والفرينه. نخلطوا سميه السميد والسكر مع بعضهم معناتها ندخل السميد مع بعضه، ومن بعد باش نضيفوا لهم تقريب شطر صحفه زيت. زيت زيتونه؟ لا زيت قطانيه مش زيت زيتونه. نحب نذكرك سميه اللي الزيت معناتها ارتفع بدرجه 38% السوق. اي وبالنسبه للقهوه طلعت 35%. قداش عندكم زيت زيتونه في القروه؟ شنو قداش لتر؟ قداش لتر؟ لتر ب 25 في بالي في القروين. تعرف اللي اعز زيت موجود في القروين راه عندنا الزيت نتاع العلاه موجود، ومعناتها احسن زيت بريسك حسب رايي. فكره عاملين ولا الزيت وصل سوم و 17 18 دينار 13 دينار وصل حتى 13 15 اما ارتفع معناتها بصفه غريبه تو. خاطر اجا نقول لك ديجا هو باش تصدر حتى سوم 30 دينار نظرا لموسم الجفاف اللي تعيشه بلادنا دونك للسنه الرابعه على التوالي، ان كما نقولوش السنه الخامسه باش ندخلوا في العام جفيف. الخامس ان شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع. وساعات نقول واحنا قلوب الناس خيبت على الاخر والله العظيم. جفاف على الاخر بالحق سمية. انت البارح وقت اللي كلمتني قلت لي رؤوف راهو عندنا حصه اليوم. البارح كنت في ولايه اسطور وزرت معناتها سد سيدي سالم اللي زرته تو مده 3 سنين بالحق. كيفاش كانت الرياكسيون نتاعك وقت اللي شفت الماء على الاخر؟ برشا على الاخر البلاصه زدنا مشينا الارجوح التستور معناتها كان فما الخضار باين الجفاف على الاخر معناتها بلاد شيء اسف بالحق. زاد الصوت تحسه ناجح معناتها ما فماش برشا ماء، ممكن نسبة تقريب 20% ميم با. حتى هو نسبة امتلاء السدود الكل في كامل تراب الجمهورية بلغت تقريبا 24% وقاعدة نسبة تنقص. كيف كيف خليني نحكي شوية، حكينا على امتلاء السدود، نحكي زاد حتى كيف كيف إن شاء الله علاش ليه ما نعملوش صلاة استسقاء باش ما فماش ما ربي يرزقنا بالغيث النافع. بلادنا أرض الفلاحة، خليني نقول أنا الخضرة توا غلات شوية، الطماطم عاودت طلعت، البطاطا كيف كيف سومها وصل 2200، البطاطا بعد ما كانت 900 ولات 1200، البصل 1800 بين 1800 و 2000، القطة مع الدنوس ب 700 750 والله، الخس بدينار، السلقة ب 14 جنيه هكاك زاد هاي هاي القراع ما نعرفش القراع قداش الفلفل زاد سومو حتى هو هكاك غالي شويه. تصلي على النبي تصلي على النبي الف ولا يزيد صلى الله عليه وسلم. خذيت جست من الحانوت اللي قريب من هنا هذوما ب 7 دينارات و500 سفناريه، خذيت عرق سفناريه، الفلفل خذيت 3 قروم فلفل، كعبه بتنجال وكعبه قراع وكعبه ليتي 7 دينارات. هذاك هو احنا هكا نعطيكم ديما كل سبت واحد نعطيكم لمحه على اسعار الخضار في بلادنا. ننصحكم ديما تمشيوا الاسواق الاسبوعيه، نعرف كل بلاد وكل مدينه عندها سوق اسبوعي ما فيها باس نتبع شويه الاسواق الاسبوعيه خاطر يكون كمان سومها ارخص من الخضار خلينا نقول انا والمحلات الكبرى. وموا تاخذوا الخضره فريشك وتاخذوها زاده حتى سومها راه كمان ما تقولوش 100 باش نمشي انا على 100 ولا ندور على 100 ولا على 200، لا تتلم راه كي تاخذ البطاطا والخضره والطماطم والقرع والمعدنوس قضي نقول لنا نتاع جمعه كامله وتنجم حتى تكفيك جمعتين، دونك تنجم الفارق نتاع الفلوس يكون كمان يكون باهي باهي. نقول لك حاجه سمية بالنسبه للشاري ما يحبش ياخذ خضره، تو مثلا المعدنوس احنا عندنا في ولايه القيروان
الصباح يكون السوم مثلا كما تقول انت 700 مليم، بعد في الاخر يولي تولي حتى ثلاثه كعبات بدينار، معناتها ننصحهم يمشيو اخر وقت باش ياخذوا اقل سوم خاصه الخضر. البورصه نتاع السوق نعاود نذكرهم بالمقادير بالريسيت نتاعنا سميه اليوم بالنسبه للريسيت نتاع هريسه اللوز اللي احنا سميناها البسبوسه على الطريقه الشرقيه خاطر ضفنا لها معناتها كعبه يغرت ناتيريل باش ناخذوا صحفتين سميد احرش باش ناخذوا صحفه سكر باش ناخذوا نص صحفه زيت باش نضيفوا لهم اشتر كيس معناتها ما زهر نحطوا لها شويه ملح باش نخلطوها بالباهي ومن بعد ندهنوا البيريكس نتاعنا والا المول والا الطبق اللي احنا متعودين باش نعملوا فيه الهريسه اللوز نتاعنا ندهنوه بشويه زبده باش ما تلصقش ومن بعد لما الساعه نعجنوها بالباهي احنا نقولوا احنا ندعكوها معناتها لين تدخل تتقتل الحبه نتاع السميد شويه ومن بعد نفطروها في البلا اللي باش نحضروا فيه البسبوسه نتاعنا بالطبيعه مش نقصوها قبل معناتها ما نطيبوها ونزينوها بكعيبات لوز وديجا انا حطيت بديت نحضر في السكر نتاعنا الشحور اللي هو مش ناخذوا صحفه سكر وصحفتين ماء من غير ما نحطوا لهم القارص نخليهم يطيبوا وقت اللي يبردوا نسقيوا معناتها البسبوسه نتاعنا بعد ما خرجوها في الفرن بعد ما كنا طيبناها في درجه حراره 180 درجه مده تقريب 25 دقيقه وبعد نسقيوها بالشحور يكون بارد والبسبوسه تكون سخونه ونخليوها بريسك معناتها 24 ساعه لين تبرد وبعد نقصوها ونقدموها وتاكلوا صحه وبشفاء. هذه بالنسبه للدبارة نتاع البسبوسه وتوا بعد ثم يظهر لي باش ترجع لي باش نعمل كمل انت البسبوسه. خلينا نحكي شويه على السيرفيس نتاعنا هذايا اللي قاعدين تشوفوا فيه. دونك هوني قاعدين نشوفوا فيه سيرفيس اينوكس 1810 حاجه ممتازه على الاخر باش نحكي لكم على الكاليتي ياسر ممتازه كما قاعدين تراو متكون من أربعة طناجر من الحجم الكبير حتى كش الحجم الصغير فيها كاسرول تنجم تعمل فيها كريمه تنجم طيب فيها شحو تنجم طيب فيها اللي تحب انت. الطنجره الكبيره هكا تهز الخير والبركه كانك عائله كبيره تحب طيب فيها الملوخيه طيب فيها المدفونه طيب فيها كل حاجات هكايا زمنيه زاد حاجه ممتازه على الاخر وتنجرات الاخرين كالصغرونات هكايا كل المنظر نتاعها مزيان على الاخر دونك تنجموا طيبوا فيهم اللي تحبوا انتم. الحاجه الباهي اللي هي اينوكس 1810 دونك ماذا بكم تتاكدوا ديما من الطابع. نحب نوريكم الطابع اللي هو قاعدين تراو ولا الطابع هذا نشوفوا مع بعضنا ولا كما قاعدين نشوف فيه. يلزمكم تتاكدوا قبل ما تاخذوا اي سيرفيس تاكدوا من الطابع نتاعنا دونك تتاكد من الطابع هذاك دونك تنجم تاخو على روحك. هذيك هي المصداقيه نتاعنا في قناه حنبه. كيف نحب نحكي شويه على البلاك. البلاك حاجه مزيانه على الاخر واحنا نسيش شنو نحبوا كان الحاجه المزيانه في الكوجينه نتاعنا. نعرفوا داخلين العشيه بعد ستريس وبعد التعب نتاع جورني كامله ومن بعد امبوتياج وستريس هذاك الكل ما نحكي لكمش باش تدخل كوجينتك يلزم تلقى البلاك مزيان وكيف تلقى الطنجره مزيانه وتكون زاده صحيه. في خمسه كوان من الحجم الصغير الى الحجم الكبير راه كالعاده دونك طيبوا فيه كل شيء. الحاجه اللي باهيه فيه احنا تو مش شعلناش تو بعد نشعلوه باش نحكي لكم انا النار هذيك خرج نار زرقاء ماهيش حمراء دونك تهنى ما تحرقلكش المعون نتاعك. ونكمل نحكي لكم على السيرفيس اللي هو معاه مقله مدهونه بدهينه سبيسيال باش ما تخليش اي حاجه تقليها هاكا اموا باش ما تتحرقش الهريسه حضرت بخسك ولا بالنسبه للبسبوسه حضرت نجم تزينها بشنو تحبوا انتم من فوق نجم تعملوا حتى ثلاثه كعبات لوز معناتها بجنب بعضهم في شكل ورده تو باش نطيبوها في الفرن معناتها في درجه حراره 180 درجه تقريبا مده 25 دقيقه وبعد نسقوها بالشحور نتاعنا تاكلوا صحه وبشفاء من بعد تشوفوا على شيف نحسك معناها منظم على الاخر كمل المعلومه تحكي على درجه الحراره الدنيا كلها بنحطوها في الفرن نبدا معك البلان من بعد باش نرجع لك اوكي بعد كيف باش يكون حاضر معنا زاد الشيف ايمن باش نحتلوا الكوجينه نتاع الشيف رؤوف باش نعمل لكم فوندون شوكولا دونك حضروا ويحكم اللي زيد راهو الجلوتين هذا نجم حتى مشكل اللي عندهم معناها المرض هذا نجم حتى ناس عاديين خاطر نتفكر قبل ايمن عمل لنا براونيز وعمل لنا كوكيز كان معناها بين على الاخر نجم حتى معناها انسان عادي نجم ياكلوا وش يخبيك على كويس تي كما قلنا باش تعمل دبارة ديجا بديت نفوح فيها حضرت الاسكالوب فرمته ريحيت شويه ثوم قصيت المعدنوس جويد حطيت بريسك تقريب مغرفه نتاع ماكله تابل حطيت شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه نعناع شويه معناتها جبن مرحي الكل نخلطهم مع بعضهم اللي نقولوا احنا سميه ساعات بعض الربات في البيت مثلا ظروف معناتها مش متيسره برشا نجم نقولوا زيدوا شويه كعيبه بطاطا نصبطوها ونضيفوها للفارس باش
باش تبدر ساعات يظل عندهم عيله بزيت صغيرات والكل باش الكونتيتي نتاع الفارس تبدر شويه نجموا نصبتوا كعيبه بطاطا ونضيفوها للفارس نخلطوهم المكونات الكل مع بعضهم ونضيف لهم شويه زيت مش برشا باش الفاحات معناتها تدخل في بعضها ونخلطوهم بالباهي معناتها كيما هكا بالطريقه هذه نحاولوا معناتها باش الفحات تدخل في وسط الاسكالوب كما تعرف سميه معناتها تنجم نعملوهم باللحم المفروم هو الاصل نتاعهم باللحم المفروم اما تعرف القدره نتاع الشرائيه نتاع المواطن معناتها اللحم غالي بريسك تقريبا 35 دينار كيلو البقري نولوا نحاولوا نعوضوه بشويه اسكالوب والا بشويه دجاج ونحضروهم معناتها بالطريقه هذه ناخذوا معناتها كيما انا اختي تحضرت باش نعمل البيتنجيل الفارسي نفرسيو البيتنجيل بالطريقه هذه كيما هكا هو بيدو فارس ينجم يمشي فلفل محشي يمشي كل شيء احنا اخترنا باش نعملوا يعني فندق الغله فيه الغله الكل باش نعملوا القرعه باش نعملوا الفلفل باش نعملوا الطماطم باش نعملوا الفلفل فوالا يكون بلان تنوش معناتها فيه الغلال الكل باش نحضر لهم صوص بالنسبه للصوص يعني رحيت شويه طماطم ضفت لها شويه ثوم بعد نجم نحط لهم وريقه رند ونقليوا الصوص نعملوا صوص خفيفه احنا باش نتبعوا الطريقه نتاع اخصائي التغذيه وديجا قاعد نتبع فيكس وما كل يوم معناتها الصباح نشوفوا اللي اخصائي التغذيه ديما تنصحنا باش ما نعملوش المقلي بالنسبه لي هي هما ابن يجيو مقليين اما احنا باش نتبعوا الطريقه الصحيه ونعملوهم فندق الغله في الفور اليوم تري بيان دونك باش نعملوا اليوم الفندق الغله نتاعنا هكا بجميع انواع الخضره طماط باذنجان فلفل قرع اخضر باش نعملوهم بطبيعه في الفور على الاقل هكا ماكله صحيه اكثر خلينا نقول انا بطبيعه باش نجيب حداك من بعد اخصائيه التغذيه مريم شرقي باش تعطينا تقيم لنا الدباره نتاعنا اليوم دونك شايف هذاك هو الصوص باش طيبها عاديه فوالا اي صوص عاديه ومن بعد باش نحطهم في الفور نصب عليهم الصوص ونخليهم يطيبوا وبعدها نشوفهم على طبق التقديم تري بيان دونك شايف نخليك نمشي نستقبل بطبيعه تكمل انت الدباره نتاعك باش كيف كيف نستقبل الشيف ايمن باش نعملوا فوندون شوكولا في انتظار باش يلتحق بنا الطفل الموهوب ابراهيم نصار باش نحكي وندرسوا شويه هذه نهار كزين مرحبا الفلسطيني الفنان محمد عساف الغناية اللي اليوم صغيراتنا الكل يغنيوا فيها صغيراتنا الكل اليوم يحكيوا على القضية الفلسطينية يحكيوا على الشعب الفلسطيني يصوروا في علم فلسطين يعرفوا شنو هي الألوان بالحق جيل جيل نتهناو عليه اليوم الكيان الصهيوني يخطف براءة الأطفال اليوم أطفال غزة تحرموا من ابسط الحقوق نتاعهم كيما الحياه كيما البراءه كيما اللعب اليوم صغيرات غزه ينامون في حضن التراب خليني نقول انا قد ما نحكي وقد ما نقول ما نجمش نوصل والا نوصف انه اليوم اكثر عدد الشهداء اللي معناها راحوا في غزه هي نسبه اطفال ونساء اطفال ونساء وشيوخ يعني مدنيين. انا اليوم سعيده برشا باستقبال الطفل الفلسطيني التونسي خلينا نقول انا فما تونس وفما فلسطين اليوم الزوز الزوز ابراهيم نصار اللي هو موهوب برشا 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 ونشوف قاعد نشوف هكا في دي ميداي وبرشا جوائز و ها شتحوالك؟ الحمد لله. صافا؟ الحمد لله. صحة لباسة؟ خير. خيرة؟ قل لي يا ابراهيم. نحكيو شويه احنا تو باش نحكيو شويه على اصحابك اللي في غزه ديجا والعائله نتاعكم بعد باش نحكيو على الموهبه نتاعك اللي هي تستحق كل التشجيع وتستحق الدعم وعلاش ليه كي نشوفوك ديجا انت تو حتى وانت صغير بطل حتى باش نشوفوك كي نهار اخر تشرف لنا كي تونس وتشرف لنا فلسطين ان شاء الله. قولي اصحابك في غزه شنو احوالهم قاعد تتصل بهم؟ الحمد لله نتصل باصحابي نتصل بولد عمتي محمد وان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله فلسطين تحرر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. انا كي نسال توا سؤال هكايا نقول اكيد عندك دمك فلسطيني اكيد وتونسي خليني نقول انا معناها امنيتك كطفل عربي اليوم شنو تتمنى؟ في الشيء اللي قاعد تشوف فيه في خضم الحروب والمعارك والمواقف العربيه
يعني ماهوش سهل عليكم انكم باش تعيشوا وضع كيما هذايا. امنيه كطفل عربي، امنيتك؟ امنيتي نتمنى اللي فلسطين تحرر اول حاجه، ونتمنى اللي كل العرب تجي مع فلسطين، لانه ما ثم شيء يمنع اي شعب عربي مصر او الجزائر او كل الدول انها تقف مع فلسطين. زيد انه تونس دعمت فلسطين بمواد اكل وشرب وادويه، ونشكر الرئيس التونسي قيس سعيد على اي حاجه معنا وصلها، واي والخطابات محليك محليك بالحق. طفل عمره 11 سنه، كي نقول طفل ابراهيم عمره 11 سنه ويوصل ميساج كيما هذايا ويقول ماذا بينا العرب الكل تقف مع غزه، ماذا بينا اليوم العرب الكل يجي ويد واحده. اليوم عجبني كلامك، معناها حكيت على رئيس الجمهوريه التونسيه قيس سعيد، موقف مشرف بالطبيعه. هي تونس كانت سابقه في كل شيء، في حمله المقاطعه، في 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 ادخال المساعدات، في المواقف رئيسنا. ديجا انا نقول لك محليك يا ابراهيم، بالحق محليك على الاخر. واليوم اطفال غزه يناضلون من اجل البقاء على قيد الحياه. خلينا نقول انا قاعدين نشوفوا في شويه ثوره على السوشيال ميديا، كيفاش في المخيم قاعدين يلعبوا تحت القصف وقاعدين يلعبوا. فما صوره دارت برشا على السوشيال ميديا، وهما في يعني هما قاعدين يلعبوا مطلعين رؤوسهم الكل هكايا الفوق، معناها احساس راهو صعيب على الاخر انك تلعب تمارس الطفوله نتاعك، وانك في فرد وقت معناها قاعد تراقب في شنو يحصل في قطاع غزه، الصواريخ، النار، كل شيء. معناها بالحق ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تنتصر غزه، وان شاء الله تعود الضحكه والحياه الحياه لهذا البلد العزيز والمحب. باش نحكي توا على هاي كوراج، حبك قوي كيما لي ميداين اللي قادر فيهم معلقين هكايا على صدرك هكايا، راكية في الثقه في النفس، الرا في الشموخ هكايا، الصمود. انتم شعب بالحق معناها اليوم قاعدين تعلموا فينا في برشا صفات احنا مستحقينها واحنا محتاجينها، واحنا نقصتنا للصفات هذيك. خلينا نحكيوا شويه على الكيك بوكسينغ هذايا، شنو بالضبط؟ انا بديت نترنى في الكيك بوكسينغ ملي عمري 9 سنين. لعبت اول دوره كانت على الميداي، وكما تراو 3 ميدايات خطفتهم الكل. انت ما شاء الله، ها ما شاء الله ما شاء الله، هزيتهم الكل لي ميداي، ما خليت لهم حتى شيء معاك؟ لا خليت، اما بالرغم اللي كل واحد طموحه، وانا نوصل، نحب نوصل لما اكثر، حتى هذا السما بدايه. ميداياتي 2022-2023 كان راني فيها كوتش قبل مهدي كامل، وتوا راني فيها كوتش مروان. شنو طموحك نهاري كي تولي كبير هكا عمرك هكا 20 سنه، شنو تحب تولي؟ طموحي اني كي نجي باش نلعب دورات بطولات عالميه، نهز معايا علم فلسطين يكون ديما مرفوع، وعلم تونس، وان شاء الله معناها في اي دوره اني انا معناها نلعبها نكون مربوحه. انت من اي منطقه في تونس جيتنا؟ منين معناها من تونس بالضبط؟ من حي الرياض. حي الرياض، باهي. احنا راهو ايش نقول لك ابراهيم، كي تكون البدايه معناها هذول قاعد نشوف بدايه طيبه جدا، راه في برشا معناها هكا جوائز قاعد حصلت عليها، دونك البدايه مشرفه، في انتظار انه نكبروا والطموح يزيد يكبر اكثر واكثر. الله هكاك قراي تقرا كل كلاس تاو زيماني هاي بي هاي بي، دونك امتحانات على قريب ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، تقرا على روحك. اي هاي بي، دونك خلينا نحكي انا، احكي لي شويه على الجوائز هذوما اللي خذيتهم. دوره قلت 2023-2022 وين بالضبط؟ لعبت في بومهل، لعبت في نابل، لعبت في حمام الشط، لعبت في برشا اماكن. ديما تلعب ديما جاهزه تختفى هكا ما شاء الله من اول. بارك الله عليك، نخليك كلمه الختام. هذه نعاودوا الميساج اللي قاعدين برشا توا يتفرجوا فينا اشقائنا العرب في الجزائر، في المغرب، في ليبيا.
اليوم عديد الدول العربية اللي يصلها قاعد يوصلها صوتنا. نحب نوصل صوت طفل فلسطيني الجنسية وتونسية أيضا. دونك باش يقول لكم ميساج تسمعوه بالكدي. نعاودوه ميساج إبراهيم مسيفش. أنا أتمنى اللي كل الدول العربية، كل الرؤساء الحاكمين العرب، أنهم يجيوا مع فلسطين وينقصوا من الخوف، لأنه راهو ينجموا يجيوا، لأنه مصر جيش كبير، جزائر جيش كبير، ولكن فلسطين تستغيث. غزة تستغيث بالحق، كما كان يحكي الطفل إبراهيم نصار. اليوم أغلب عدد الشهداء كانوا من أطفال غزة، خلينا نقول أنا، ومن نساء أيضا. ربي ربي ربي، إن شاء الله إن شاء الله تنتصر، إن شاء الله تنتصر غزة، وإن شاء الله يا ربي ترجع الضحكة وترجع براءة الأطفال وضحكة الأطفال. هما راهو حتى صحيح الحرب وصحيح عدد الشهداء قاعد يرتفع ويرتفع، وهذه الحرب اللي تعيشها غزة هي أول حرب يعيشوها من نوع هذايا، ما تشبهش لكل الحروب اللي عاشتها قطاع غزة. الحرب هذه بالحق معناها مارس فيها الكيان الصهيوني أبشع أبشع الجرائم والمجازر. خليني نقول أنا ننصحكم، أنا كنا نحكي وإحنا على الرياضة، ننصح لي بارون اللي قاعدين يتفرجوا فينا، ما فيها بيس هكا صغيراتكم تشوفوهم بشنو مغرومين بالضبط، ويا حبذا ان كانت رياضه، على خاطر بالحق الرياضه مفيده برشا لصحه صغيراتنا. اليوم ينجمك الصغير كي يبدا يعمل سبور، يعمل اي اكتيفيتي، اي نشاط رياضي، تنجم تمنعه حتى من برشا امراض لا قدر الله، كيما السمنه، كيما السكر، كيما برشا امراض. هذاك علاش ديما نكتشفوا مواهب صغيراتنا، شنو هي الموهبه اللي هما يحبوها من عمر صغيره. من 5 سنين تكتشف موهبة ولدك وتنجم تقيده في أي نشاط، إن كان رياضي أو رسم أو غناء أو أي نوع من أنواع الفنون. ميرسي بوكو، يعطيك ألف صحة، نورتنا، وإن شاء الله تجينا في جائزة أخرى وتكون بحثنا إن شاء الله. أوكي، مرحبا بك. هذه نهارك زين، مازلنا مواصلين، وتوا باش نحكي ومع إخصائية التغذية مريم الشرقي على منافع الشوكولا ولا مزارة هي راي فيها وعليها احنا نحبوها اما الذرنا. هذه الكل باش نكتشفوها مع مريم. هذه نهارك زين، مرحبا. مطبخ نهارك زين، خرجنا شيف رؤوف اللي هاوكا ديجا البسبوسه حضرت ما شاء الله، والسلطه حضرت في انتظار فندق الغله يحضر. فهمتش انا علاش يسميوها الماكله هذه بالاسم هذا. ونسال من بعد الشيف شنو حكيته بالضبط، خاطر هو نحسه هكا خبير وملم بالثقافه الامازيغيه. فضلك شيف، فضلك شيف يغزلني من بعيد. دونك باش نستقبل ضيفي الشيف ايمن. الجمعه اللي فاتت حكينا على سانغلوتين اللي هو كانت الحميه الغذائيه، حكينا عليها وشكون اللي نجم يعمل الرجيم النوع هذا من الرجيم هذايا. اليوم حبيت نجيب لكم شيف سبيسيال وطموح، طموح جدا وبالحق معناها ما خلاش هذا المرض خلينا نقول انا يكون عائق في حياته، بالعكس كان خلينا نقول انا حاجه باهيه في حياتي يظهر لي هكا. شيف ايمن شنو احوالك؟ السلامة سمية، مرحبا بيك ومرحبا بكل المشاهدين. الحمد لله، عايشك لاباس، صحة لاباس، ياسر فرحان اني موجود هوني بحذاك. اي عودة ميمونة، انت عندك برشا، عندي برشا، عندك برشا. باهي، اليوم باش تعمل لنا فوندون شوكولا. فوندون شوكولا اما فيرسيون تاعي انا اللي هي سون جلوتين. دونك حتى حد ما عادش يحرم روحه باش ياكل حاجة بنينة في الكوتي، في 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 عشوية مع كاستي مع أي حاجة. دونك حاولنا ان الحرمان هذايا الكل نحاولوه اللي الحاجه مزيانه وما عادش معناها نحرموا احنا ما حد شيء. حاجه اللي تتمتع بها، خاطر احنا ديما نقولوا مثال فما انواع معينه من الحلو ما يلزمهمش ياكلوها، خبز معين، مقرونه، قمح معين، يبداوا يدوروا مثال. احنا زاد الثقافه هذه الحق مضيقه شويه، معناها ناقصين برشا وماهيش موجوده. صحيح. دونك قررنا باش نعملوا حاجه بنينه على الاخر وفيرسيون سون جلوتين. نقولوا سون جلوتين نقولوا فارين دو ري والا فارين دو مايس. دونك هذه هي الباز نتاع الحميه نتاعنا. دونك اول حاجه باش نعطيكم لي زانغريديون اللي هما نتاع الفوندون: 3 كعبات عظام، 50 غرام سكر، 50 غرام فارين روز هيا، 100 غرام زبده، 100 غرام شوكولاته. وهوني ناكد على الشوكولاته لازمها تكون 100% سون جلوتين، خاطر لي شوكولا
il peut contenir des traces de gluten. فما فيهم لي غرين فيهم الحاجات اللي يقلقونا برشا في الريجيم نتاعنا. نبداو الغوسيت اللي هي نحطوا العظم نتاعنا في البول اللي باش نخدموا فيها. دونك ثلاثة كعبات عظام ديما نخلطوهم مع السكر فرد مرة سبقت. دونك هذه الفوندون شوكولا نجموا ياكلوها اللي حكينا احنا الجمعة اللي فاتت على الريجيم سون غلوتين معناه نجموا ياكلوها الريجيم سون غلوتين حتى الناس العاديين اللي يحبوا يعملوا هكا كور نتاع بيريود معينة نجموا تشوف من بعد انت ريزولتا نتاع كعبة الفوندون ما تقولش اللي هي سون غلوتين. هو تبكر عليك انا ذقت ما عندك مرة كوكيز مرة براونيز الحق معناها الجو نتاعها بنين على الاخر مع النجم حتى ما تفرقش برشا على ما تفرقش برشا اكزاكتومون عشوية قوة ولا حاجة ما بالحق معنا نويتكم ولا نشهيكم. توا خلطنا العظم والسكر مع بعضهم، هذه الكونتيتي نتاع الزبده والكونتيتي نتاع الشوكولاته، ديما ناكدوا نخدموا بالزبده مش بالمارغرين، في باش تبدا حاجه صحيه اكثر، وهذوما اللي راهم كان نتاعنا دهنيهم بالزبده. بالزبده. دونك نصبوا كونتيتي كلها. فوالا دونك سهلة على الاخر، ديجا اخصائية التغذية قاعدة تعمل لك كونترول هكا قاعدة تشوف. بالضبط. اخر حاجه الفرين سان غلوتين فرين دو ري ديما نحاول نحطوها ماهيش غاليه توا الكيلو نتاعها فرين دو ري الحقيقه غاليه كيلو الكيلو نتاعها بين 10 و15 دينار الكيلو حتى المقرون ذولي غالية غالية برشا هذه بربي الميساج نحبوا نوصلوه بالحق معناها الصحيح البرودوي راه ماهوش موجود برشا وحتى كي يتوجد يتوجد بسوم غالي شويه معناها كيلو الفارينه تتجاوز حتى ال 10000 غاليه شويه معناها بالحق ماذا بينا نراجع مراجعه اسعار المواد اللي الخاصه بامراض سون غلوتين سامحني قصيت عليك الدوله ماهيش مدعمه لي برودوي وماهيش مستعرفه بمرض كانه مرض مزمن معناها نعرف برشا افراد في العائله ياسر قاعدين يعانيوا في في الريجيم نتاعهم هذيك المشكل هي الدوله ما سعفتش به توا دونك ماهيش باش بالضبط لا ماهوش باش يتم لا مراجعه الاسعار ولا حتى شيء معناها دونك هذيك علاش احنا انا حبيت نحكي عليه الجمعه هذه وان شاء الله ايمن تكون حاضر بحضرنا حتى مره في الشهر هكايا نحكيو عليه شويه خلينا بحق نوعيوا الناس شويه باش نعاونوهم بلي غوسيت ونعملوا خبز ونعملوا حاجات فريمون صعاب معناها وما ينجحوش الناس ما يلقاوهمش ما يلقاوهمش بارتو معناها خاطر كي يمشيو مثل الكوشه ولا حاجه الخبز العادي ما ينجموش ياكلوا ديما يخافوا من ريسك دو كونتاميناسيون كروازي معناها تنجم تلقى خبز سون غلوتين اما ماهوش 100% خاطر البلان دو ترافاي الفور البلاصه معناها اللي يخدم فيها في الخبز ماهيش مخصصه لي برودوي سون غلوتين فهمت ديما معناها ايمن محبذ انك تعمل حاجه وحدك في الدار خير من انك تقعد يا تعمل حاجه وحدك في الدار يا اما تشريها من عبد فريمون ما يخدم كان في لي برودوي سون غلوتين دونك الحاجه من الاثنين هذي باش تلقى كوشه تبيع لك في خبز عادي وتبيع لك في خبز سون غلوتين راهو الحقيقه صعيبه ماهيش موجوده في تونس صعيبه برشا صعيبه برشا دونك توا نحطوا الاربع كعبات فوندون تاعنا في الفور يقعدوا 8 مينوت على 180 دوغري باهي حطهم في الفور وخلينا نكملوا نحكيو شويه معاك ايمن اللي انا حبيت نحكي اليوم على قصه نجاح اليوم ذولي حلقه برنامج نهارك زين فيها عديد المواهب كما كنا نشوفوا في الطفل الفلسطيني التونسي ابراهيم نسار موهبه معناها بالحق موهبه سعده كيف اليوم حبيت نحكي مع شيف ايمن اللي هي هذا المرض معناها ما كانش عائق في حياته بالعكس كان خلينا نقول انا كان بدايه نجاح دونك ما شاء الله عليك معناها قاعده تنشط بالكدا وقاعده تعرف الناس بالمرض هذايا وقاعد كيف الثقافيه خلينا نقول انا في الكوجينه خاطر كما قلت راه ما نش باش نلقاو معناها ديما يلقاو صعوبه انهم باش يتحصلوا على اي مثل خبز مقرونه كيف زاد الحاجات غاليه بالضبط ياسر غاليين ديما حاول واحد يصنع يتصرف معناها بلي مويان اللي عنده يعمل غوسيت المهم اهم حاجه ديما نقولها انا في لي باساج نتاعي ما يحسش روحه الصغير محروم كي يشوف هكا مثلا صغار ياكلوا في بسكوي ولا كيك ولا خبز ما يقعدش يتفرج لازم ديما فما البدائل باش ينجم يعيش وينجم يحس بالفرق على خاطر مالوغوزمون معناها في تونس ما نقبلوش الاختلاف وانا ديجا شفت هالحاجه هذيا كي تلقى عبد عنده خبز درا كيفاش ولا بسكوي ولا ما ينجمش ياكل ينزل عليه يقول له كول برك شنو باش يجرى لك كي تاكل انت الحاجه هذيك ما يعرفش لي كونسيكونس من بعد هذاك العبد كي يذوقك من عندك قلمه الخبز
والا ساندويتش ولا حاجه شنو ينجم يصير له القلق معناها نتاع تاع تفسيد الريجيم هذايا. دونك هذيك علاش ديما واحد ماذا به يكون ستريكت 100% ديما يحاول يقرا الكومبوزيسيون نتاع لي برودوي كو سوا طماطم مقرونه اي حاجه يقرا باش يثبت باش ينجم معناها يتاقلم مع الحميه الغذائيه. باهي اعطيني روسيت نتاع البراونيزا. دلل. دونك بالنسبه للبراونيز سون جلوتين ناخذوا اربع كعبات عظم عليهم 150 غرام فرين تروس، 200 غرام زبده ذايبه، 90 غرام شوكولا دو كوفرتور سون جلوتين ما نجمش نسمي، وشنو اخر حاجه اللي هي نوا. والا اي نوع نتاع فيك يعني بيبي شوكولا والا اي حاجه نجموا نكهو بها. الغوسيت نطلعوا العظم بالباتور لازمها تكون الغوسيت هذيا، نطلعوا العظم والسكر بالكدا بالكدا، واخر حاجه نحط المكونات الجافه اللي قلناهم الفارينه والزبده والشوكولاته، ندخلوهم على 180 دوغري لمده 25 دقيقه، وان شاء الله كان تحبوا الجمعه الجايه والا الجمعه اللي بعدها تنبرمجوا غوسيت براونيز سون جلوتين. ان شاء الله تكون حاضرة معليش ليه، وميساج بربي ميساج اللي خلينا نقول احنا المسؤولين ما فيها بيس انه يرخصوا في البرودوي اللي معمول به معناها اللي يستحقوا سون جلوتين بالحق يرخصوا فيه، رانا كي نلقاو كيلو فرينه هم يستحقوا الفرينه برشا دونك كيلو 10000 كمان معناها غاليه شويه، هي صحيح متوفره البرودوي متوفر اما غاليه شويه، فقط هوني ملاحظه صغيره رجعوا شويه الاسعار هذه باش ينجموا على الاقل ما يحرموش رواحهم من الحاجات الحلوه، خليهم ياكلوا يعيشوا زاده كيفنا كيفهم. ميرسي بوكو الشيف ايمن، نتقابلوا ان شاء الله احنا في لقاءات اخرى. في انتظار يلتحق بيا الشيف رؤوف، خلينا نعملوا هكا ريكاب صغير على الدباره نتاعنا. هذه نهارك زينه، مرحبا يلا شيف. هاي مرحبا. معقول اكون بحبك اكتر من نفسي. حبيت نرجع شوية حتى دقيقة هكايا بحذا الشيف رؤوف، خاطر ما شاء الله عليها وكل البسبوسة حضرت والسلايطة حضرت. أنا باش نفكركم توا بالروسيت نتاع البسبوسة، مش خاص كان أنا هكا توا يسألني الشيف يقول لي شنيا كيفاش طيبت، وين نجيبك تك 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 ونروح نعملها تك 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 في الدار. كل هليك هزها معاك ما تقعد تتعب ما تعبتش تتعب في الدار. نفكروهم بالنسبة للروسيت نتاع البسبوسة، خذينا صحفتين سميد أحرش، خذينا صحفة سكر، ضفنا لهم حكة ياغورت طبيعي سيونو، تنجم تحطوا كاس حليب، شطر كاس زيت، خلطنا المكونات الكل مع بعضهم، دهنا البلا دو فور يعني بيريكس دهناه بشويه زبده، ودعكناه معناتها يعني البا دعكناها بالباهي معناتها، ومن بعد فطرناها في وسط البلا، طيبناها في الفور في درجه حراره 180 درجه مده تقريبا 25 دقيقه، وبعد سقيناها بالشحور بتاعنا اللي هو متكون من صحفه سكر وصحفتين ماء، ضفنا لهم شويه قارص مش برشا سينو ما تحطوش القارص، ومن بعد تكون البسبوسه بتاعكم سخونه تسقيوها بالشحور يكون بارد. بالنسبة للريسيت نتاع البسبوسة، نذكركم اللي البسبوسة يلزمكم تقصوها قبل ما تدخلوها للفور، تتقص قبل ومن بعد تدخل الفور، هذا هو. زينوها باش ما عندكم فواكه، سينو ما عندكمش من غير ما تحطوا فيها فاكهة. طبيعي، اللي يعجبني في الشيف رؤوف المقادير والدنيا كل اللي عندك في الدار فيك اللي عندك، حتى كم إذا لم تتوفر حتى نوع من أنواع الفاكهة ما يصيرش نورمال، وقت نعرف الفاكهة غالية شوية. غالية أكيد. وكل قدير وقدره، راهو ما تربطش روحك بحتى حاجة. نجم تعمل كل شيء ديري في الدار تك 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 تك. سلايطه نحكيو عليها من بعد في الفينيش، نمشي نستقبل ضيفي الدكتور حامد حباشه اخصائي في امراض النساء والتوليد باش نحكيو على التهاب المثانه. هذه في نهارك زين، مرحبا. فرحني فرحه تربتها يا رانو قربك مريحني. حساسة شوية موضوع مهم انه باش نحكيو فيه اليوم، على خاطر اليوم برشا نساء يتعرضوا له واللي هي التهاب المثانة. قبل كل شيء نحب نرحب بالدكتور وصديقي العزيز حامد حباشة اخصائي في امراض النساء والتوليد. شنو حوالك؟ الحمد لله سفا؟ الحمد لله كالعادة انيق وحضور صفا؟ الحمد لله لاباس لاباس. دكتور اختياري لهذا الموضوع انه اليوم اكيد باش نحكيو بشويه قبل كل شيء كيفاش نعرف اللي انا عندي التهاب معناه بالمثانه. التهاب المثانه هو شنو المثانه؟ برشا في اللغه هي عربيه ما يعرفوش معناها المثانه. المثانه هي باللغه العاميه بتاعنا هي
شكارت البوله الصغيره معناها وبالفرنسيه لافيسي والتهاب المثانه باللغه الفرنسيه اسمه سيستيت برشا يعرفوه باللغه الفرنسيه اكثر من العربيه اسمه سيستيت سيستيت معناها التهاب المثانه هذا فيه علامات برشا علامات هما البعض منها كان نذكره ربما نساو برشا اما اكثر شيء هو اوجاع في وقت التبول او مشيان للبيت برشا مرات او تكون عند التبول يكون بطريقه غير عاديه بالنكته نكته او من لما يحس روحه كمل هو مشى دوما خرج من المرحاض يحس روحه باش يرجع من جديد عنده سونساسيون مش حب يرجع كاينه ما عمل حتى شيء في بعض الاحيان معناها يحس فيه البوله فيها شويه دم وكذلك فهمتني او اوجاع على مستوى البطن او ضغط نوع من الضغط كل هذا ساعات حتى كيف ساعات الدكتور فما شكون يشبه حتى بالانفكسيون ولا حاجه ساعات حتى البوله معناها تبدا تحرق شويه تحرق نعم فيها نوع من الحرق او نوع من الوجيعه او يحسها في اخر حتى ساعات يحس لاباس في اخر الميكسيون يحس فما نوع من الوجيعه او الحرقان هذا الكل علامات لازم يخمم في الحكايه دي ويقول ممكن فما التهاب في المثانه هذا. كيفاش نتخلصوا منها بالطبيعه هي خاطر اكيد حاجه تقلق على الاخر فما برشا نساء اليوم تنجم حتى تقاوم بها معناها تقعد حتى مثال اربع ايام ثلاث ايام كل تقاوم هكا وتبدا معناها كما نقولوا احنا تقول لك مسج مش لازم نمشي طبيب ما تعرف احنا نساء ديما اقعد مش لازم طبيب وفيزيتا وكل شيء خلينا نرتاح اما هذه بتقلق شويه مع بالوقت ولي تتقلق برشا احنا الدكتور قبل كل شيء ماذا بينا نمشيو في صاله الطبيب انا كي نحس بالاعراض هذه نمشيو في صاله الطبيب ما نقعدوش نخليو رواحنا جمعه حتكش لا قدر الله تنجم تصير كارثه ولا حاجه وكيفاش نجم نتخلص منها. هذه بالنسبه لالتهاب المثانه لازم نفرقوا بين المراه والرجل خاطر مش كيف مش كما المراه مش كما الرجل. الالتهاب المثانه عند النساء يكون اكثر متواجد اكثر من الرجال. وعادة لما تصير لها مرة أو مرتين المرأة لا تنتبه وحتى بطريقة بسيطة هي تشرب برشا ماء وتحاول تجهد روحها في شرب الماء تتنحى هذا لما تتعود عندها مرة أو مرتين عادة ثالث مرة لازمها تشوف طبيب لازم ما تخليش الحاجة هذه تتواصل بها بالنسبة للرجل بالعكس من أول مرة تصير له هذه الالتهاب المثانة لازم يشوف الطبيب لأنه هو فاش يفرق لأنه المجرى البولي عند النساء يكون قصير جدا للمثانه ولذا الامكانيه نتاع الالتهاب هذا موجود بصفه كبيره، بالنسبه للرجل يكون اطول هذا المجرى نتاع البولي ولذا يكون صعب جدا باش يصير التهاب الا في حالات قليله تبقى في جرثومه ويلزم ساعتها يكون يمشي يشوف الطبيب بسرعه. التهاب المثانه احنا كان نقولوا ساعه علاش لازم تشوف المراه ولا الراجل لازم يشوفوا الروح معلش نقولوا منش جات على شنو هي شنو اصلها علاش كيف جاتنا هذه مش هي عاده هذه مربوطه بجرثومه تجي في اكثر الحالات مربوطه بعدوى جرثوميه جرثومه في شكاره البوله تعمل يوسيستي تعمل انفلاماسيون التهاب وتعمل مشي للتواليت برشا وتعمل قلق هذا وزيد ساعه تعمل سخانه وكي كما سؤالك انت كيما مثلا يسكت عليها ويخليها شنو يصير؟ يصيرك الجرثومه تطلع في المجاري البوليه العلويه وتمشي للكلى وتعمل سخان وتعمل مشاكل وهذا نجم يتسبب لنا حتى في باش يولي الانسان نراقبوه هوسبيتاليزاسيون ويلزموا دوايات في الدم مباشره ويلزم صور ويلزم ولذلك كما قلت لازم الانتباه تتطور نعم هيك علاش مهم برشا انه نزوروا اليوم انا نستشيروا الطبيب نعم نستشيروا الطبيب نتاعنا في صوره ما وجود الاعراض هذه نستشيروا الطبيب نتاعنا نعم اقلها ما نخافوش لكن نستشيروا لان فما حاجات حتى بالتليفون تتصلح قالوا دكتور عندي خوذ كذا يتعدى ما فما يخليش الواحد يسكت عليها لين تتطور لين تطلع الجهاز الكلوي معناها وتتسبب له في المشاكل العلويه باهي سؤال بون ماك تعرف الحياه الزوجيه بين الكوبلوات وكل شيء عنده دخل في العلاقات الزوجيه ولا لا؟ اذا لا قدر الله تبدا مثل الزوج او الزوجه من المحب يكون هنا فما ابتعاد شويه والا مش نعم. مشكل؟ هي على عكس معناها الالتهابات الجينيتال معناها التابعه للحزام عند النساء وعند الرجال الالتهاب المثانه غير معدي ما يعديش لكن تنجم العلاقه الجنسيه تنجم تتسبب في الجرثومه هذه
تسبب في جرثومة. علاش ننصح النساء بعد المعصر كل شيء يكونوا يعملوا غسول، يعملوا حاجة، تمشي للتواليت تكون معناها باش تفرش كارت البولة باش ما تصيرهاش هذا الالتهاب هذا. تصير العدوى معناها لا قدر الله. ما تصيرش العدوى ما فماش لا تعدي لكن لكن العلاقة في حد ذاتها تنجم تخلق هذا الجرثومة هذه، تنجم خاطر الجرثومة تنجم تتعدى من المهبل إلى شكارة البولة أو من الشرج إلى شكارة البولة. دونك هذا يساهم من الفاكتور يسمى فاكتور دو ريسك، لكن ما تعديش لازم نفهموا أن السيستيت هذا التهاب مثانة ما يتعداش من المرأة للراجل ولا من المرأة للرجل، ما يتعداش. معناها ما يقلقش، دونك وين يتهنينا على الحياة الزوجية بين الأزواج. المرأة الأونسانت اليوم هي تتعرض للنواحي من الالتهابات او نعم، المراه الحامل هي معرضه اكثر من المراه العاديه. علاش؟ لاني اول شيء فما هرمونات تتبدل وتخلق معناها تطورات في المثانه وفي الرحم وغيره. حاجه ثانيه لاني الحمل هبيده يضغط على المثانه ويضغط على المجاري البوليه ويتسبب في نوع من البخل من شكاره البوله، ولذا يخلق وضعيه مهيئه باش يصير لها التهاب المثانه وكثر الجراثيم. ولذا المراه الحامل هي كذلك مع اكثر من المراه العاديه مدعوه باش ما تخليش روحها لما تجيها هذه العلامات تسكت عليها، لانه تنجم تعدلها الجنين وتعملها ولاده مبكره، تعملها الله يقدر توقف حمل. يلزم هذوما علامات تعلم الطبيب نتاعها. راهي امر سهل يداوى لكن ما يسكتش عليه، معناها يلزم الواحد يكون ما تخافش معناها لا مش حاجه يصير حاد شيء للجنين، ومهم انه سهلة وتصير وبصفة موجودة. تقريبا كل مرأة لازم تكون في الحمل عام مرة أو مرتين، هذا حتى ساعات ما تفيقش بها لكن موجودة. ما يلزمش يخاف، يلزم الواحد ياخذ حذره وكاو معناها. تخي بيان، باهي نختموا كالعادة أكيد دكتور، عرفنا الأسباب، عرفنا الأعراض، شنو هي العوامل، تهنينا على العلاقات الزوجية هي لاباس معناها ما تنقلش العدوى. العلاج هوني كيفاش يتم العلاج بالضبط؟ نعم، علاج التهاب المثانة يلزم ندوروا السبب. كما قلنا أكثر حاجة تتسبب في التهاب المثانة هي الجراثيم، ولذا يكون علاج بالمضادات الحيوية وغيرها. فما التهاب مثلا يجي من جراء مثلا ادويه اتخذتها من المراه او رجل، كما الادويه الكيميائيه، كما فما نوع من الاكل ينجم يعمل الاقلاق هذا، كما نوع من المطهرات، فما نوع من المطهرات تستعمل المراه تقول لك بعد نستعمل هذاك يصير لي هذا. دونك يلزم ازالتك الحاجه اللي تسبب. دونك مضادات حيويه بالنسبه للامراض الاخرين، نشربوا برشا ماء، نبعدوا على الغسول اللي قلقنا، نبعدوا على الاماكن اللي تعمل التهابات، نبعدوا على الكليبوماد اللي يعملوا المشاكل هذه. وهذا عاده حاجه مش كبيره، العلاج نتاعها باش يكون اقصى الحدود هي تريتمون انتيبيوتيك مضاد حيوي. تخي بيان، نشكرك برشا دكتور حامد حباشة، اخصائي في امراض النساء والتوليد. كالعاده نختموا بنصيحه هكايا، وقداش نصيحتك هكايا من ذهب، انه الانسان اللي يتفرجوا فينا، نعرف برشا نساء قاعدين يتفرجوا فينا خاصه في الجهات الداخليه، نقدم لهم تحيه كبيره. شنو نقول لهم دكتوره؟ نعم، في بالنسبه للموضوع هذا يلزم نشربوا برشا ماء. دونك ديما نحاولوا، المراه العاديه يلزمها 2 لتر في اليوم، اقل شيء 2 لتر فما فوق. وكذلك المرأة الحامل لازم كثرة شرب الماء أولا، ثانيا كثرة المشيان للتواليت، معناها خاطر لأنه الإنسان يخلي روحه محصور، ما يخلي روحه كذا، هي ذي وضعية باش تخلي بتجي الجرثومة هذه. دونك يخلي روحه يمشي، ما يخليش روحه محصور بالبولة الصغيرة، ويحاول يشرب برشا ديليكيد، مش حتى الماء، حتى ليليكيد الكل يعاونه. وفي حالة ما يصاب بالحاجة هذه، إن فوا يتيقن وانه فما اللي حكينا عليهم علامات هذوما، المشي للتواليت، الوجع، الحرقان في الواحد بالنكته نكته في دم في كذا، لازم يستشير الطبيب نتاعو عاده. حتى لو مش لازم ساعات، حتى بالتليفون يكون معنا عنده طبيب ويستشيره بالتليفون، يقضي ينجم يكون يحل المشكل. شكرا لك دكتور صديقي العزيز حامد حباشة، اخصائي في امراض النساء والتوليد، على كل هذه المعلومات المهمه والقيمه. هذيك علاش ديما نحاول نختم بنصيحه، نحب نغتنم حضور كل طبيب في برنامج نهارك زين باش ينصحنا، خاصه النساء والبنيات اللي قاعدين يتفرجوا فينا. راهو ديما مهم باش انه تستشير طبيبك اذا تعرضت الاعراض هذه، ما تسكتش. نعرف باش النساء ساعات يتعرضوا لها هكايا،
بيقول لك خليها تمشي وحدها هكا ولا تمشي تاخذ من فارماسي. لا ما نعملوش هكا، ما نصرفوش هكا، على خاطر راهو تنجم ما بعد الالتهاب هذايا لا قدر الله تنجم تصير عدوى وتمشي حتى الكلام تاعك. هذاك علاش ننصحكم ديما تزوروا طبيب وما تخسروش على اخسروا على رواحكم. اي اخسروا على رواحكم فلوس، على خاطر هذه راهي الصحه من ذهب. اذا كان راحت صحتك والله وفي كل شيء ومشى كل شيء. هذه نهارك زينه، مرحبا. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي فوق. وتوا باش نحكي، واكيد عرفتونا على شنو باش نحكي، أذوب والله نذوب برشا أنا قدام ونضعف برشا قدام الشوكولا. سعيدة برشا باستقبال أخصائية التغذية مريم الشرقي. شنو أحوالك؟ أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ أنا اليوم زدت حبيتك. خاطر ما جيتكش ضيا فارغة. أكيد، أما ما نعرفش هذا ما يكفينيش أنا راه. فما هكا باكو كبير هكا ملغم بالشوكولا ولا لا؟ مازال عملت حسابي، أنا عرفت كي باش نجيب شوية باش نشكلها أنت شنو نقعدوا بيه. صحيح، توا قبل التصوير قلت لها أنا اللي ما فيهاش معنى، أنا اللي فيها منفعة أكثر، قالت لي ما نقولكش نقعدك باش نقول لك باش نكرم الكل، يعرفوني دونك أنا راني نتنوج في الكوجين هكا وعلى خلق. باهي، شنو ما مدار الشوكولا قبل ما نحكيو على المنافع؟ ساعة خلينا نحكيو على الشوكولا. بصفة عامة معناتها مش شنو متكونة والله يحبوها صحيح. مثل كل باش هكيكا نعرفوا حدنا شكون تنفع وشكون تضر. ساعة الشوكولاتة هي اللي معناتها من الفيف هذيك دو كاكاو، كل حبة نتاع الكاكاو هي اللي تطرحها وبطريقة معينة تولي شوكولاتة. هي متكونة خاصة من دهون وفما زادة بروتينات وفما برشا ألياف فيها برشا ألياف. دونك هي كي نقولوا هكا الشوكولاته معناتها خاصه اللي فيها بزيد الكاكاو هذيا هي حاجه نافعه برشا. وهذا علاش انا اليوم تسالني قلت شنو مدار الشوكولا، ما نجمش نقول لك ما عندهمش مدار خاطر الشوكولا، اما فما حاجه تنقولوا تنحكيوا على المدار نتاع التصرفات نتاعنا نتاع الصناعات الغذائيه نتاع العبيد اللي معناتها اللي مثلا ياخذوا الكعبوره هذه سمية ونسميه روحنا كلينا شوكولا، ما نجموش نسميه هذا المنتوج هذايا شوكولا. فهمت؟ معناتها الشوكولاته مثلا اذا كان فيها متكونه خاصه من الكاكاو ساعات تلقى تشري الشوكولاته تلقى عليها 70%. من 70% واحنا ماشيين انا شخصيا ما نجمش نقول اللي عندها مضر. اللي يضر في الشوكولا هما مش هي في حد ذاتها، هما الكالوريات اذا كانت تاكل منها اكثر من اللازم. المكونات نتاعها معناها الكالوريات معناتها الطاقه اللي تجيبها كيف ما في اي منتوج اخر. انت حتى مع تقولي اي حاجه تشوفها انت نافعه باش تاكلها اكثر من انت محتاجه باش تولي هوني تضرك. كيف ما نحكيو على الغله كيف ما الحوت كيف ما كذا. عندي الحق في النهار ناكل باكو شوكولا كامل؟ عايش تلم فيه في نهار كل مربع كل يوم مربع على خاطر كيف شكل انت باكو شوكولا في النهار باش تفوت برشا حاجياتك اليوميه من دهون ومن سكريات. وما نعرفش اسكو انت تعرف تختار شوكولاتك ولا لا، اما هي الشوكولاته اللي تشيها قداش فيها كاكاو؟ والله لا نعرف. لازم يكون فيها على الاقل 70%. نحب الشوكولا بالحليب نعرفش ديجا اللي هي هذه احنا جبنا منها هاك هذيك نتاعك المربع هذا خاص بك انت. شفتوا الاولاد هذا نتاع سميه دونك خلينا نحكي مربع سميه يلا الشوكولا بالحليب. دونك الشوكولا ولي انت تو مهما تكون شوكولا كي مش تشريها مهم برشا انك تقرا مكوناتها. وهي اصلا الشوكولا اللي 70% كاكاو ما يستنيكش باش تقرا المكونات الصغيره باش تلقاها مكتوبه بالكبير على خاطر وتلاحظ هذا حتى في سوم الشوكولاته. فوالا بالضبط. اذا كان نجيو الشوكولا ولي هذيا مثلا هذيا فيها اقل معناتها في 35% كاكاو. نحكيو على الشوكولا ولي نحكيو على الشوكولا ولي على خاطر فيها مكونات اخرى. اذا كان نجيو للشوكولا نواغ عندنا لهنا هذيا انا اخترت نوع اللي فيه 70% هذيا معناتها هذي كلها شوكولا تونسيه سميه. دونك هذيا نوع فيه 70% دونك باهي. هوني الشوكولا نواغ نتاعنا حاطين فيه فواكه جافه دونك طاح اقل من 70% ولكن الفواكه الجافه مش حاجه خايبه دونك معناتها باقي مازلنا في منتوج محترم. المعلومه اللي عندي الشوكولا نواغ اللي هي معناها ما فيهاش مضر الحق
تسمى نجموا نحكيوا عليها من منافع الشوكولا، وحتى صغيراتي نجموا حتى ياكلوها مثيل مره في الجمعه كي ما يقلقش. هما المكونات الكبيره اللي حكينا عليها هي الالياف والبروتينات والدهنيات، ماهيش حاجه كيف ما قلت لك ناكلوهم بصفه عاديه، اذا كان تجاوزوا حاجياتنا اليوميه وقتها تولي تشكل اختار كيف ما اي منتج اخر. ولكن الحاجه المهمه في الشوكولاتة ان هما لي ميكرو كومبوزون تاعها، انها مصدر مهم تاع مغنيسيوم، انها مصدر مهم تاع دي بوليفينول، حكينا عليهم برشا في حلقات اخرى لي بوليفينول اللي هما موجودين خاصه في الخضار والغلال، واللي هما مضادات أكسدة مهمين برشا. وتوا في المود دو في نتاعنا الريجيم نتاع العباد بصفة عامة يلزم يكون فيهم برشا من لي بوليفينول هذوما، وهذا علاش مثلا الشوكولاتة منصوح بها الجماعة اللي حضروا في الامتحانات واللي يحبوا تركيز واللي يحبوا يركزوا، لي بوليفينول هذوما منصوحين ليهم. دونك أي نجموا ناكلوا شوكولاتة وقت اللي احنا نقراو. بالنسبة لي سبورتيف زادة فما أن بوليفينول تخي امبورتون اللي هو يحبوه لي سبورتيف تحسن لهم بيرفورمانس نتاعهم. دونك اي لي سبورتيف ينجموا ياكلوا لي شوكولا. بدينا نتحلوا شويه، بدينا نسيت ثنيه صحيحه معناها لي بوليفينول هذوما، بدينا نحكيو على المنافع تاعهم. تري بيان، لي بوليفينول هذوما اللي هما متعددين سي دي بروتكتور كارديو فاسكولير، دونك اللي عنده يخاف ولا عنده فاكتور دو ريسك ولا في العائله فما امراض القلب والشرايين، الشوكولاته حاجه مهمه اللي هو ينجم ياخذ المربع نتاعو. وقت نقولوا يوميا ناكلوا شوكولاته معناتها يوميا ناكلوا هكا شوكولاته. تري بيان، انا في بالي باش تحط لنا قهوه سميه نحطوا هكا بجنبها مربع هذا نتاع الشوكولاته ونفسروا للعباد. ماما شيف رؤوف حضر لنا قهوه مع الـ مع الـ مع الشوكولاته نتاعنا. احنا طيبنا فوندون فوندون شوكولاته عمل لنا شيف ايمن الجمعه اللي فاتت، حكينا على سونغليتين اللي هو اليوم ما قلت لك على الموضوع نتاع الجمعه اللي فاتت. يعطيك الصحه، عجبتني برشا فكره. دايوغ عندي اسئله للشيف ان شاء الله نهزك معايا الكوجينه. خلينا نكملوا، قلنا زيت الشوكولاته بالفاكهه به هي النوع الثاني في البودر هذيك. هذيك جبت هذيك شو معناتها؟ هو شوكولاته سي هذا راهو. دونك انت كي تاخذ تشري مع تاخذ شوكولاته من لي غيون وتقرا المكون نتاعها، دونك اول كلمه يلزمك تلقاها هو المكون هذا. الكاكاو والا البور دو كاكاو، البور دو كاكاو خاطر هما باش يتحكموا لاندستريال باش يتحكم في تركيبه المنتوج نتاعو. الفيف دو البودر هذه باش يفتت يفككها ياخذ الماتيغ غراس نتاعها وحدها وباقي وحده، وبعد يعاود يركبه باش يتحكم في الغرام تاع الشوكولاته نتاعو. دونك وقت اللي نقراو المكونات يلزم اول مكون باش تكون الشوكولاته هذيك دو كاليتي وباش توفر لنا اللي كنا نحكيو فيه الكل منافع هذيك، لي سبورتيف واللي حذر واللي عنده بروتيكسيون يحب بروتيكتور كارديو فاسكولير وكل، يلزم يكون عنده بزيد شوكولاته في الشوكولاته اللي ياكل فيها، مش سكر مش دهون مش بعض مش فوالا كاكاو توتافي فوالا توتافي. نجيو مثلا للمنتج هذايا الكرات مثلا لي مامون اللي توا قلنا لهم راه شوكولاته حاجه باهيه وفيها مضادات اكسده باش يتشجعوا يشريوا شوكولاته يوميا لصغارهم. راهو احسن نوع من الانواع هذوما نجم ننصحوا به صغيراتنا. صحيت هذا هو باش نجاوبك تو سويت على سؤالك. دونك النوع هذا نتاع الشوكولاته والنوع هذا نتاع الشوكولاته، اذا كان نحبوا نقولوا شوكولاته خاطر اذا كان لماما شريت هكا ما لازمش تسمي روحها واكلت شوكولاته صغيره، خاطر في الليسته نتاع المكونات وقت نقراو على الامبلاج اخر حاجه مكتوبه هي الشوكولاته. دونك هوني كانش امبلاج شوكولاته هوني باش نلقاو اول حاجه هي السكر في اون تيت دو ليست، دونك هوني قاعدين ناكلو في سكر، بعد ناكلو في دهون نباتيه مشبع بالميد هذيك لا بلوبار. فما انواع، فما مصنعين يخدموا بويل ماهوش ويل دو بالم، مي الاكثر يخدموا معناتها هذه شفت هذه سميه تشبه اكثر المارغارين كو الشوكولاته. تخي فهمت، برشا دهون معاهم سكر، برشا دهون معاهم سكر ومعاهم دي سيريال خاطر هذوما حاجات تتقرمش كيما البسكويت و اونغوباج زينه بالشوكولاته من برا. دونك مش هذا اللي قاعدين احنا نحكيو عليه، اللي قاعدين احنا نحكيو عليه سي بلوتو سا. اذا كان الصغار معناتها يقبلوا الشوكولا نوار
خاطر لو شوكولا نوار فيك ما فيش حليب دونك نجمو نطلعو اون كومبوزيسيون اون تيرم دو بورسونتاج معناتها في الكاكاو سينو رانا لو شوكولا ولي حتى هو منافع محترمه ماهوش خايب وصحه وبشفي سمية يعطيك الصحه توات نجمتك بي ولا هي عطاتني الفو فير باش ناكل بالطبيعه شفت هنا قدم الشوكولا ندخل بعضي ما نعرف شنو عندنا في الحلقه في الشوكولا عندك مانيزيوم دونك تولي ما عادش تدخل بعضك تري بيان تري بيان اي فوالا تفكرت ضيفي باش نستقبلو انس العويني اخصائي في علم النفس باش نحكيو على المناعه النفسيه والله نضعف برشا قدام الشوكولا ديجا سنايا حاله دونك شوف تعلم المناعه النفسيه نتعلم المناعه النفسيه والله يعني نسحق المناعه نتاعك انت مش نتاع النفسيه محتاجه سخن شوكولا كيما هذايا وقهيوه كحله كيما هكايا بشويه زهر هكايا دايغي مشينا ما قلناهيش الشوكولاته تطلع في مستوى السيروتونين في اللي هو هرمون السعاده هرمون السعاده طلعنا في السعاده الشوكولاته والله يطلع منها ماري ما باش نهزك من بعد حدا الشيف ايمن نعطيو نعملوا ركاب صغير على الفوندون شوكولا ما قبل ما نهزك نستقبل ضيفي الاستاذ انس العويني هذه نهارك زينه مرحبا تفضل والفقرة اللي تعودت بها واللي تعطينا برشا طاقة إيجابية مع الأستاذ أنس العويني اللي وقت اللي يغيب في حلقة السبت نجيبه حلقة الأحد شنو حوالك أستاذ؟ لاباس عايش سلامتي لاباس الحمد لله اليوم صحيح نحبوا ناكلوا الغله ناكلوا برشا ماكله صحيه باش تولي عندنا مناعه باش نقاوموا الامراض الخطيره والامراض المعديه والجريب وكل شيء. اليوم انا حاجتي بمناعه نفسيه استاذ فما برشا اليوم مستحقين المناعه النفسيه قبل كل شيء شنو هو المقصود بها المناعه النفسيه؟ المناعه النفسيه نقصد بها لهنا هي قدره الانسان النفسيه قدرته من حيث اليات الدفاع النفسي واستراتيجيات الدفاع النفسي اللي يمتلكهم باش يجابه الحاجات الصعيبه في حياته باش يجابه كل موقف جديد كل موقف متغير كل موقف صعيب باش ينجم يتاقلم ويتكيف معاه ويكون متوازن على المستوى العاطفي النفسي ويكون قادر انه يتصرف بسلوك منظم سلوك صحيح ودقيق باش حياته تكون حياه ناجعه والاجابه نتاعو على كل حدث صعيب في حياته تكون اجابه في وقتها وفي حقها يعني حياتنا فيها برشا حاجات صعيبه حياتنا ماهيش ديما كيف ما نختاروا احنا وكيف ما نحبوا احنا من نواحي الكل نجم نتعداو بازمات كبيره في حياتنا نطف علينا لكن كيف حتى لو كوتيديان نتاعنا فيه برشا تحديات ابسط حاجه الحاجه العاديه اللي ربما يتعداو بها الاغلبيه نتاعنا نساء ولا رجال انك حاجه تحب تاكلها وما يلزمكش تاكلها بلاصه تحب تمشي لها ما يلزمكش تمشي لها صحيح. خدمه قلقت منها ويلزمك تمشي لها ناس ربما المعامله معاهم صعيبه برشا وكيفاش نجم نتعامل معاهم على خاطر بار اكزومبل هما في الميليو دو ترافاي نتاعي خبزتي غادي يلزمني نعرف نتكيف ونتاقلم معاهم دكتور استاذ كيفاش نستمد المناعه هذه منين نستمدها شنو نعمل بالضبط مثال انا مثال في انتوراج نتاع خدمه ما عادش نجم نكمل فيه مثال انا في العائله مثال عندي شكون مثال كوزان ولا حاجه ما عادش نجم نكمل معاه اما هاك اوبليجي عليا اني نقابله مثال في دار العائله الكبيره لا مثل اتجاه طويله منين نستمد القوه نتاعي بدايه هي حاجه عندنا مناعه نفسيه إني نتولدوا بها يعني النوفوني المولود الجديد يعرف يتعامل بار اكزومبل كي جوع يعرف شو يعمل داكوغ يبكي نجيو ثم حاجات حفظهم كي يسمع حس كبير بار اكزومبل يخاف لانه متعلم انه يلزمه يحمي روحه باش يخاف يلزم يسمع صوته بالبكاء معناها راني في حاله تهديد باش الناس تجي تحميه الناس اللي موجودين بحذاه ويتعلم يعدي لنا دي ميساج بشويه باش يكون لبس ثم حاجات إني كيف ثم لو بلوز امبورطون اللي نحكيو عليها احنا خلف الحاجات الانيه اللي نتولدوا بهم الفطريين فينا هما الحاجات اللي نتعلموهم احنا ولا نعلموهم لصغيراتنا اهم حاجه بار اكزومبل لا كاباسيتي دو ريزيستونس او ستريس طاقه مقاومه القلق اللي هي ميزه كبيره ومهمه عند كل واحد فينا اذا صغيري ولا انا كانت عندي قدره على مقاومه القلق كبيره فاني باش نلقى القدره اني مثال نقرا بالكدا اني نخدم بالكدا واني نعطي مجهود كبير من غير ما نقوم ونفد ونقول
يزيني من الناس هذوما، اي يزيني مع الماده هذيا، يزيني مع الخدمه هذيا، وتكون عندي قدره كبيره اني نقرا. معناها فقط نحب نفهموني، ما يلزمنيش نوصلك الاستنتاج انه يزيني، لا ما يزيني مثال ما عادش نتعامل معاهم، لا نقعد يزيني معناها نقعد نتعامل معاهم وانا عندي المناعه النفسيه هذيك اللي تخليني معناها باش نجم نقعد. صح. ما نوصلش الاستنتاج اللي انا نخرج نغادر. لا هاو مثال نجيو باغ اكزومبل نحطوا خمسه من الناس في تاش معينه ستريسونت فيها ستريس. ثم واحد بعد بنص ساعه يقول انا باش نقوم، ثم واحد بعد بساعه غير ربع، واحد بعد بساعه، يا سي دو سويت. انا باش نقيس طاقتي في مقاومه القلق وقتاش؟ وقت اللي انا نقول ستوب، انا توا ما عادش نجم، يزيني، قلقت، يلزمني نقوم، يلزمني نجبد التليفون ونقص الحاجه المهمه اللي انا كنت نعمل فيها. وقتها كان نحب ننمي طاقه مقاومه القلق اللي هي ميزه تصنع برشا نجاح وتصنع برشا سعاده في حياه البشر، يلزمني الوقت هذاك جو بيرسيست نقعد، جنسيست اني نقعد وما نقومش ونواصل ونزيد نص ساعه اخرى ونزيد ساعه اخرى كان حبيت. داكوغ؟ للي نكمل لك الحاجه هذيك اللي انا باش نخدمها في يدي ولا الناس ولا الانسان هذاك اللي باش نتعامل معاه. ساعات الخدمه هذه تعبت فيها انا، فما فلان مرضني، عامل لي اغسيلمون كذا، راه ضعف فيك، قومت شهرين وتحب تديميسيون ولا خدمت معاها عام تحب تبعد، لا وقتها وصلت يعني للدرجه القصوى نتاع انك تقاوم. وقتها تو بيرسيست تو انسيست وتقعد في البلاصه هذيك وتنمي المهارات نتاعك باش تلقى الحلول النفسيه، باش تلقى السبل والطرق اللي تنجم تتعامل معاه، تنجم وحدك، تنجم على يد بسيكولوج، لكن راك باش تنمو الوقت هذاك تنمو. كان اشاك فوا نهزوا رواحنا ونقوموا ونعملوا كانش الحاجه اللي العاطفه نتاعنا تقولنا اعملوها، راه باش نقعدوا في نفس المستويات المدنيه من المناعه النفسيه. استاذ معناه نجم انا هوني نقعد حتى مثل اكيد هو من المنصوح ديما واحد يمشي مثل اخصائي في علم النفس او بسيكاتر باش يعطيه المعلومات المهمه والكل، اما ساعات هوني ماك تعرف توانسه هي ولات خلينا نقول انها عباره على طونطون سموذه، معناها ولات الناس تقول تمشي كي تقلق شويه تمشي لاخصائي علم النفس وهذا الجراء معناها عندك فيه ما شاء الله وكل شيء باش تاخذ المعلومات والافكار. انا مثال ما نحبش نمشي لبسيكاتر ولا استاذ في علم النفس، نحب بيني وبين روحي بدا نحكي مع روحي هكا كيما الدروس نتاع اليوغا، نستنشق الهواء شهيق زفير ونقول فوالا سميه انت توا يلزمك تقعد هوني في البلاصه هذيا، نبدا نحكي بيني وبين روحي نقعد هوني في البلاصه هذيا، نقاوم الاخر نفس فيا وما نسلمش، يلزم هوني يكون زاد حتى عندك شويه برود هكا نتاع الدم، نقولوا احنا كذا الدم البارد هكا واحد يبدا يتصرف عادي. هذوما معناها اسكو تنجم تنجح بينك وبين روحك والا من المستحسن ان واحد يمشي لاخصائي علم النفس ولا استاذ؟ كان حسيت روحك قاعده تتطور وقاعده تزيد في كل مره، كان حسيت روحك قاعده تنجح وتربح في المواقف اللي انت قاعده تتحط فيهم، سافا تخي بيان ورانا ماناش الكل مستحقين للبسيكولوج باش يعاوننا، داكوغ؟ في الوقت اللي حسيت روحك تعبت وثم اجهاد كبير وثم ربما معلومات تنجم تفيدك، داكوغ؟ راه وقتها دو بريفيرونس انسان ما يتعبش روحه اكثر ويمشي للبسيكولوج. باهي تخي بيان، ما ننساوش انه هو ينجم هذا يكون عنده تاثير سلبي على صحتنا وعلى حياتنا. اكيد ولا ليه؟ اكيد. هي المقاومه بطبيعه تنجم هي باش تنمو فينا، تنجم تمشي وتكبر كيما كيف كيف، تنجم التعب النفسي ينجم ينجر عليه، التعب النفسي الكبير والمقاومه الكبيره المتواصله فتره طويله تنجم بطبيعه الحال ينجر عليها مرض نفسي. هذاك علاش يلزمنا نسيسر واحد. لما يوغ استراتيجي هي انه الانسان صحيح. ما يحطش روحه الكلمه اللي حاسس بها اعطيني استراتيجيه اللي يلزم واحد يعملها. ماذا بيا ما نحطش روحي في موقف صعيب الساعه هذا بالاساس. لكن اذا تحطيت فيه باغ اوبليغاسيون يلزمني نقاوم وننجح. اذا حسيت بصعوبه دو بريفيرونس نشارك معايا ان تيغس اللي هو اوبجيكتيف وسيونتيفيك اللي هو البسيكولوج. داكوغ؟ اما في البدايه ما نحاولش نعيش في مواقف صعيبه برشا. مثال تجي مرأة تقول أنا راجلي يضرب فيا ويفك لي في شهريتي 15 سنة. قول لها أنت شتعمل 15 سنة معاه؟ 15 سنة. سي سا فهمت؟ عرفي عمل لي في أخسلمون سيكسويل وعنده توا 4 سنين. راني قريب نموت، راني جيتك توا قريب نموت، شتعمل معاه 4 سنين؟
فهمت؟ ما نجمتش تشكي به، ما نجمتش تخرج تبدل خدمه اخرى، قداش منه الانسان؟ عندنا كاباسيتي دو ريزيستونس، لكن مالوروزمون ساعات توفى بالابويزمون بالانهيار. فوالا داكور، لازمنا ننميو لي استراتيجي دو ديفونس نتاعنا اللي بهم هما نقعدوا لاباس، ما ندخلوش في المرض النفسي، وميم طون تكون عندنا مناعه نفسيه كبيره باش نجموا ننجحوا في حياتنا الاجتماعيه والعاطفيه وغيرها. شكرا لك استاذ انس العويني، اخصائي في علم النفس، ديما بالحق متالق ومبدع. وانا هاكا كل جمعه نعمل سيونس غراتويتمون هكايا بلاش، من غير ما نمشي لك الكابيني نتاعك. ميرسي بوكو، قاعده نستغل نستغل في حضوري في 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 قناه حنا بعد. دونك ميرسي بوكو، ساعات والله جاوبني على على اسئله تبدا معناها تعطيني اجوبه، وهي الاسئله في مخي وانا من حتى نسالها. ميرسي بوكو. دونك مهم برشا انه نستمد المناعة النفسية باش نجمو نواصلوا نمط حياتنا كما كان يحكي الأستاذ، خاطر راهو اليوم مش أي حاجة قلقتك يلزمك تغادرها، لا بالعكس يلزمك تقاوم وتقعد من غير بطبيعة ما تخليها تأثرك على صحتك ولا حتى على حياتك. احنا مازلنا مواصلين معاكم باش تمشيوا لكوجينا بعد الشيف أيمن وأخصائية التغذية باش نحكيوا شوية على الفوندون شوكولا ونشوفوا اليوم شنو هي منافعها صحيا. أكيد نهارك زين، مرحبا. احنا وين انا الشوكولاته، واخذني الشوكولا والفوندون شوكولا والدبار. اليوم نحكي لكم مش بالحق، اليوم سبت به. خلينا نعطي كلمه لمريم. مريم موجودة بحضنا في الكوجينة بحض الشيف أيمن، عملنا فوندون شوكولا، حكينا الجمعة اللي فاتت على سان غلوتين اللي هي معناها شكون الحمية الغذائية هذه، شكون ينجم معناها يمارسها ولا يعملها في حياته. دونك اش قولك؟ يعطيك الصحة ساعة، خاطر على الكونتينيتي وعلى معناتها وصلت على الفكرة اللي بديناها الجمعة اللي فاتت وتابعت الغسيت كيفاش عملها شيف ايمن، دونك امبيكابل. وكي تشوف معناتها الريزولتا اول حاجه شاهي، اي بوي حط فيه ما فهم حتى فرق بينه ما بين الفوندون شوكولا اللي نشوفوه عند دي زونسيني معروفين قبيله كنا نحكيو ديجا. شاهي وبنين مزيان بريزونتابل. يعطيك الصحة شيف. عايشك مريم، ميرسي بوكو. عايشك. ميرسي. عايشك. حبيت نسلك إذا كنت بدل فارين دو ري قبيلة قلنا فارين الروز غالية كوميم، كان نستعملوا مثلا فارين دو مايس ولا شنو يعطينا؟ تنجم تدخلها، أما ديما الفارين دو ري لازمها تكون الباز نتاع الغوسيت. نخلط نعمل ميلونج اونتري دو فاري مثلا بين البواشيش والغي والا لاموند والغي، ديما الغي لازمها تكون موجوده هي الباز نتاع الغوسيت. فوالا ونزيدو لي فارين اللي ارخص شويه بو ريدوير لو كو معناتها. حتى نزيد المايس، فارين دو مايس نعمل لانتيغ فارين دو مايس ودو تيغ فارين دو غي، تعطي ريزولتا باهيه وفوندونت من داخل ما تفرقش بينها وبين كعبه الفوندون العاديه. فوالا هذوما هما اللي عند معناتها بالنسبه لي مالات سيلياك اللي عندهم بروبليم كبير مع الجلوتين يلزم يستعملوا هكا. مي هو كيف ما قلنا سميه راهو منصوح به الريجيم هذا حتى اللي ما عندهمش لا مالادي سيلياك بوغ دي معناتها اهداف ثيرابوتيك معناتها علاجيه لبرشا امراض قاعدين نحيو في الجلوتين بشويه بشويه بصفه جزئيه ولا بصفه معناتها كامله، معناتها لبرشا عبيد عندهم امراض اخرى معناها. تخي بيان، ميرسي بوكو مريم، يعطيك الف صحه. كيف ميرسي بوكو شيف ايمن. انا ايمن نعرفه دي بوي لونتون، عندي برشا وقتها بالحق معناها برافو، قاعد تتقدم كل عام معناها قاعد تبدع وقاعد تمتعنا خلينا نقول انا بالريسيت هذوما. يعطيك الف صحه، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله على شلي تكون حاضر بحضنا حتى هكا مرتين في الجمعه، مرتين في الجمعه مرتين في الشهر على شلي، على خاطر كما كنت نحكي انه مش الناس الكل معناها تعرف الريسيت وتعرف معناها الافكار هذه. ميرسي بوكو، يعطيك الف صحه. بالطبيعه من بعد شيف رؤوف انت ما هاك سلكت لي، مش باش نجيب لك اخصائيه تغذيه ما باش نشارك، دونك امورك مريقلة. احنا باش نمشيو بحث الدكتورة نيشة باش نحكيو في موضوع يهمك برشا، إذا أنت قاعدة تعاني من العنف في دارك وساكتة، أنا نقول لك ما تسكتش، على خاطر راهو العنف كي يبدا حتى بحاجة صغيرة يكبر مع الوقت، ووقتها تنجم معناها توصل لمشاكل خايبة برشا. هذاك علاش حاضرة معايا الدكتورة نيشة باش نحكي في الموضوع هذا أكثر تفاصيل. شوية آخر في نهارك زين، مرحبا، تفضل.
في موضوع مهم باشا باش نحكيه على العنف المسلط ضد المرأة، واللي ديما 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 في كل مرة تصير حكاية يسال الحبر ويثار أيضا الجدل ويكونوا برشا معناها من نحو الاهتمام أغلب الصحف والمواقع والإذاعات والقنوات. ومن بعد نرجع من حيث بدأنا. اليوم باش نحكيو على فيديو دارت برشا على السوشيال ميديا اللي هي طفل أو راجل يعنف في امرأة، تبدو أنه صديقته يعنف فيها في طريق العام. بالطبيعة كالعادة ما نشوفوش حتى واحد يتدخل، ونحب نستقبل الأخبار كل شيء. ضيفتي الدكتورة هانية جهليل، شنو أحوالك؟ وي عسلامة عسلامة سمية، عسلامة سمية الجميلة، مرحبا بها في برنامج يصير على الحي الماتينال الماتينال. خليني نشكر برنامجك هنا يصير على الحي، هذيك فقرة كما قلنا ديما نقولوها صغيرة في وقتها، لكن الحمد لله بإذن الله نتمنى أنه تأكدوا لي المعلومة هذه اللي هو كبيرة في معناتها محتواها، لأنه كل مرة نبربشوا معلومة ونخرجوا، خاصة أؤكد أنه نحن نخرجوا بدي ريكومونداسيون، يعني نخرجوا للعباد بتوصيات، سواء كانت نفيقوهم على مجموعة من القوانين ما يعرفوهاش في تونس، والا على مجموعه من القرارات اللي هم ما يعرفوهاش، ما وصلتهمش عن طريق لي ريزو سوسيو ولا عن طريق الاخبار نتاع ثمانيه، الوغ نحن نحاولوا نوصلوها لهم ونحاولوا نفيقوهم على برشا حاجات، بما انه نحن فايقين شويه معناتها واعيين نحن شويه. ف موضوع اخترناه هنا وياك سمية في يصير على الحي، على خاطر دو نو جور بالحق 2023 مازلنا نتعرضوا الى العنف. نحكي مازلنا لانه انا امراه زيدا بيان سور، وان شاء الله باذن الله يعني تعطيوني الاذن لبنات نساء، تعطيني انت الاوتوريزاسيون بالعنف، امي اختي ما نعرفش انا لوستي حماتي الناس الكل يعطيني المراه هذه الاوتوريزاسيون باش نحكي في بقعتهم، على خاطر وكذلك بما اني انا عضوه ورئيس ربيطة نساء صاحبه الاعمال في ما ادراك من الاتحاد الوطني للمراه التونسيه برئاسه السيده الاستاذه راضية الجربي، فحبيت اليوم نحكي لكم ونقول لكم ردوا بالكم وفيقوا على رواحكم، على خاطر راهو عندنا مجموعه من القوانين يا سمية ما يمسيش، نحن رانا في فقره نتاعنا نوصلوا المعلومه بسيطه وتكون موافقه قوانين، على خاطر الكلمه بحسابها هذه قوانين معناتها منشوره وكل. فحبيت نقول لكم راهو فما قانون ينسوين يا توانسة هنيون عليه العالم الكل، هو القانون الاساسي عدد 58 لسنه 2017 مؤرخ في 11 اوت 2017 يتعلق بالقضاء، عودوا ثبتوا فيها على العنف ضد المرأة، وبالأحرى نجم نقول العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق ماذا يا سمية؟ احنا ما طالبين شيء، من أجل تحقيق المساواة والاحترام لو ريسبي، احنا طالبين الاحترام. هذاك علاش الفيديو اللي حكيت عليه صديقتي الجميله سمية اليوم اثر فيا برشا، وبيان سور تنقول لكم اش عملت لي في الكواليس، جابت لي ان تي جاتو اللي سميوه هما الفوندون شوكولا، قالت لي دكتور حلي شويه فمك وكل باش ما تكونش شويه الكلمات نتاعك قويه قويه شويه للذكر للرجل، على خاطر تعرفني اللي انا ما نحبش المراه التونسيه كي معناتها تشوف فيديو كيما هكاك سمية، معناتها قلبك يوجعك معناتها على المرأة التونسية برغم مثقفة وقارية وكل شيء، لكن تتعرض مهما تكون هي شعملت، مهما تكون هناك حاجة وحيدة ديما نقولها، القضاء هو الفيصل، مش فيصل جارنا لكن هو اللي يفصل بين أي أطراف، طرفين فما فوق. هذيك علاش زيدة حبيت صحيح صحيح اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، أي خايبه شويه كيفاش نشوفوا امراه قاعده تعنف في الطريق العام، والمشكل هوني معناها بلاصه تخلي شويه مي كمان فيها عبيد، خاطر اما
معليش الناس دخلت كم بعد معناها فهمت لهين يصوروا او انا نجيبك لهين قاعدين يصوروا باش يهبطوا في لي ريزو سوسيو باش يلموا برشا فيو وبرشا فازيت كيما نرجو بما انه حلينا القوس نتاع لي ريزو سوسيو كيما زيد فما صوره للانستغرامور ما نعرفش شنو يسمي روحه بالضبط بيان سور باش يقولوا لي برشا عبيد دكتوره انت مقامك عالي وانت دكتوره معناتها في اداره الاعمال وصاحبت اعمال معناتها وعندك بزنس وتقري في اجيال ما ترد بالك معناتها تهبط مستواك للناس هذوما لكن نسالش في بعض الاحيان نصيحه نجموا نهبطوا شويه الى هذا المستوى نهبط له باش نوصل له اللي راهو فما قانون في الدوله التونسيه الشخص هذايا في الانستغرام زاد لفتتني الصوره انا جافين كابتور ديكران هو فيديو كامل لايف جو كوا ما نحبش نسمي اسمه باش ما نعملولوش اشهار اللي هو نزيدو نكبرولو فلا اما هو يعرف روحه اللي كل مره يختار امراه تونسيه ها معناتها ويهبطها في فيديو نتاعو ويقعد يتنمر يسخر منها. يسخر تنمر اي لانه التنمر هذا تنمر الكتروني تو ان شاء الله نحكيو عليه ويعاقب عليه القانون فهمتني اخر صوره هبطها فوجئت انه الطفله هذه قرات عندي اتيديونت تام باراميديكال تقرا فورماسيون معناتها باك بلوس انا نعرفها شخصيا تخدم في امبولانس انت تعرفها هذيك شكون تحكي عليها الوغ من فضلك من فضلك من فضلك هذوما بربي نطلب من سيد رئيس الجمهورية نطلب من وزير التكنولوجيا انه يحاول يعمل شوية هكا قوانين ردع باش ما يتمش معناتها التعدي على الناس مهما تكون هي شنو عملت هي حرة انت ما عندكش الحق تتنمر عليها فما زيدة حبيت نقول حاجة معلومة اخرى سمية ما هي عقوبة العنف ضد المرأة في تونس يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر من شهر لستة شهور باش نقاطعك هنا وانت دكتورة تحكي على القانون تحكي على القانون المشكلة هوني انه انسان خليني نقول انا في بعض المناطق الداخلية وقت اللي يتعرضوا للعنف وتلقاها تتضرب من قبل زوجها وتقعد حتى معناها راي 10 سنين مثل حتى 5 سنين 6 سنين تبدا معناها مع راجلها ويعنفها ويضربها وتوصل ساعات حتى للموت معناها وقت اللي تمشي تشكي بيه تفيق يفيقوها معناها الحقوقيين وتتعمل برشا برامج توعوية ونقراوا القوانين هذه الكل ويقولوا لها والمحامين الكل ومن بعد توصل هي في معناها في المركز ولا في المحكمة ولا في حاجة ما نعرفش انا بكلمه ولا كيفاه تقول لك اتنازل كلمة. بكل معناها نعطيك القانون شنو يقول يا سمية علاش نوصلوا غادي يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية او اي نوع من انواع الاكراه لحملها على التنازل على حقوقها او لتغيير كما قلت انت مضمون شكواها او الرجوع فيها ليه اللي قلت عليها انت في اخر لحظه ترجع بالتوالي حتى العون المتخصص في العنف ضد المراه يعاقب هذيك علاش انا حبيت احنا رانا محلينا من غير ما نشعروا انك اللي فما كيفاش يقولوها التناغم فهمت يعني هي حكيت على فما بعض الاشخاص اللي نجموا يبدلوا راي المراه هذيك علاش قلت لكم ردوا بالكم راهو يعاقب من شهر الى ستة اشهر سجن اي شخص يحاول باش يغير لك رايك قانون مازال طويل بربي اطلبوني انا ابعثوا لي ميساج نبعثوا لكم بالملي اليا دي كونسلتون او نيفو جوريديك معناتها مستشارين قانونيين نجموا نجاوبوك فور فري قال الانجليزي غراتويتمون قال الفرنساوي ببلاش بالتونسي فهمت بلوشي ميسالش نعرف توجي بالتونسي شويه تقول الدكتوره تو لازم باش نشكي بيه ونزيد محامي ونزيد كونسلتاسيون لا احنا نجاوبوكم على الصفحه على اي حاجه تنجموا معناتها تتواصلوا مع الدكتوره نجي على اهم المواقع اللي قاعدين تراو فيهم أي. اسفل الشاشه اما نحب نسال انا هوني نحب نعطيك الكاميرا بالطبيعه وتغزل الكاميرا وتغزل الانسان تحكي مع الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا اليوم علاش المراه نحب نفهم سؤال انا علاش المراه بالرغم انها هي تعنف يوميا علاش تقعد معها في الدار قال شنو على خاطر الصغار اي انا نحب هوني في تفيقهم شويه بالحق خاصه
في المناطق الداخليه وفي المناطق الريفيه اللي بالحق تقول لك انا وين عندي نمشي وما نخدمش وكيفاش باش نعيش صغاري، وتبدا هي تعنف كل يوم ان لم نقل كل ليله قاعده تعنف. قال شنو على خاطر صغاري؟ نحب نحيها انا كجمله، نقعد مع راجع على خاطر صغاري ولا على خاطر ولادي؟ لا، علاش؟ علاش باش تقعد مع خاطر صغاري؟ ما سيدش ضربك مره راهو شو اللي يضرب مره، واللي يقلل من الاحترام، واللي يسب مره، واللي يعطي كف مره، تاكد، واللي يخون مره تاكد راهو معناها باش تتواصل العمليه. هذا طبع، وحسب قصص كليله ودمنا تو نحكي لكم عليهم مره اخرى، الطبع لا يتغير. لا يتغير. فلا هذا هو. يتطور مش يتغير. وامي وماماتي يقولوا حقوق اكثر يبدا يتطور. امي وماماتي يقولوا اللي فيه طبع ما تتخبى. فلا نصيحتي نخدموا بها للمراه التونسيه، سواء كانت لابسه حجاب، لابسه نقاب، لابسه عريانه، تقرا ما تقراش، لونها ما نعرفش شنو، حتى مكياج مش حاطه، اللي هي انا نقول لك حاجه بركه كرئيسه ربيطه نساء صاحبه الاعمال، ننصحك نصيحه بركه، مانيش نحرش فيكم، لكن المراه كي يبدا جيبها معبي يا سميه، والاصل بيان سور قبل الجيب معبي يبدا الاصل باهي، ومن بعدها تزيد تعبي جيبك، تعمل ان تي بروجي، تحل مشروع، تقف به على ساقيك، تولي عندك كونفيونس اون سوا، الثقه بالنفس، تولي تعرف كيفاش تجاوب، تعرف كيفاش تتكلم، وتزيد تثقف روحها. انت توا كنت في روبريك قبل معناتها يصير على الحي، تزيد توعي روحها شويه نفسيا، وتحكي شويه مع الكابل بارتنير نتاعها، سواء كان زوجها، خطيبها، صديقه، اللي هو اللي تعيش معاه، باش تنجم تمشي المركب ويكون فيها ايكيليبر. باش يكون ايكيليبر لازم يكون معنويا وفي نفس الوقت ماديا، لانه الماديات تعمل برشا مشاكل يا سميه، وانا متاكده المراه التونسيه تاكد لي الكلام هذا. هذاك علاش حبيت نختم اليوم يصير على الحي، حبيت نقول راهو الاعتداءات ولات، حكينا على دو كان، احنا واحده ماديا معناتها ملموسه، شوفوا في فيديو معناتها كيفاش امراه قاعده تتعنف والقانون يعاقب على ذلك، وان شاء الله معناتها الادارات وزاره الداخليه تتحرك في اقرب وقت، ونحن نجموا نعاونوها بتحرياتنا معناتها وكل شيء ومساعداتنا من خلال هذوما لي فيديو اللي تصوروا وكل، وفي نفس الوقت هالناس اللي تطلع تعمل لايف وكل مره مهبط تصوير امراه وهو يتنمر عليها الكترونيا من وراء كمبيوتر، الله اعلم معناتها فهمت متسلفوا ولا مانيش عارفه منين جاي ولا كريه ولا شنو باش يقوم يتنمر على المراه التونسيه. حاب نقول لك رد بالك، لانه المراه التونسيه لن تسمح لك بذلك، وايضا القانون التونسي لن يسمح لك بذلك، وفقره تصير على الحي بوجودي انا ووجود الجميله سميه بهذه الانوان الشاينينغ البراقه لن نسمح لكم بإهانة المرأة التونسية. وكما سمعتوا الأغنية، خاطر نحن نختاروا الأغنيات، حبيت نربطها بزوز حاجتين: We are fighting, we are the champion, we are keeping to the end, we are fighting to the end. إش قال بالإنجليزي؟ قال We are the champion، احنا رانا أبطال، and we are fighting to the end، باش نقعدوا نحاربوا كل هذه الأمراض وكل هذه التجاوزات ابتداء من المرأة التونسية لحين نوصلوا إلى الى 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 تغيير هذه الفكره الذكوريه، انه المراه والراجل راهم حياتهم كامله متساويين، وسنثبت ذلك بالعمل والعلم والثقافه، مش بالانستغرام وباللي فيديو هذوما تافهين والتنمر الالكتروني. ونقول لكم نحن لكم بالمرساد، انا والجميله سميه، وربي معنا بعد الحلقه وبعد الفقره باساج نتاع الفقره هذيا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دكتوره ما تكونش اخر اخر فقره لينا في برنامج نهاري كامل. احنا ندافعوا على المراه سميه، بالعكس احنا ما قلناش كلام بذي كما قاعدين يقولوا فيه في الانترنت، ما سبيناش، بالعكس انا وياك، وانا متاكده انه اصحاب القرار في قناه حنا بعد حسب خبرتي الشخصيه معاهم والكونتاكت معاهم هما يشجعوا في المراه التونسيه. هذيك علاش انا وانت اليوم قاعدين نحكيو ونعبروا اكيد باحترام
لانه فما حدود زاده وناس الكل عطيتنا في فيغ الضوء الاخضر باش نعطيو راينا بكل شفافيه. اعطيكي دائما الضوء الاخضر والبطاقه البيضاء كارت بلونش حتى تقولين وتفعلين ما تشائين في برنامج نهار الكازي. انا ديما الضيفه الوحيده اللي متخليني نحكي حتى شيء بحق والله والله تسرق الاضواء وتسرق ايضا الكاميرا. دمتي رائعه وانت كالعاده متالقه ومبدعه برافو. قداش فخوره انك معايا كرونيكوز معناها فيكس في برنامج نهار الكازين. وصلنا لختام حصتنا. نمشي بعد الشيف رؤوف ونشوفوا شنو عمل الشيف رؤوف. انا اليوم عندي الزهايمر شويه. عمل السلطه البسبوسه والدباره الاساسيه تنشوفوها من بعد خاطر انسيده. هذه نهار الكازين مرحبا. موطني موطني الجلال والجمال. وصلنا لختام حصتنا. انا توا حاضره بحذا شيف رؤوف باش نعملوا ركاب صغير على البسبوسه بدون اطاله يا شيف باش نحكي شويه على الفندق الغلا. تفضل. بسم الله الدبره نتاعنا سمية. اليوم باش نعطيكم يعني لمحه وجيزه على المنيو شنو عملنا بالضبط. عملنا في لونتري سلات سلاد كريديتي. في السويت عملنا طاجين فندق الغلا اللي هو نورمالمون يجيب اللحم مفروم. احنا عملناه بطريقه اقتصاديه بشويه اسكالوب مفروم بصلهم مع دنوس وديزي بيس معناتها وفاحات وفارسينا معناتها اي نوع من الخضر تنجموا تفارسيوه وطيبناه بطريقه صحيه في الفور. اللي يحب يعملوا مقل هو نورمالمون مقل يجي ابان. احنا حبينا نعملوه بطريقه يعني اليوم صحيه سميه. وبالنسبه للتحلي عملنا لكم البسبوسه يعني كما تقول سميه بكري قالت شنو احنا باللغه التونسيه احنا في تونس نسميوها الهريسه الحلوه ولا يقولوا هريسه قلب بلوز. نذكركم بالمقادير نتاع هريسه قلب بلوز. هي خذينا صحفتين سميت احرش، خذينا صحفه سكر، كاس تقريب ظريف زيت، شطر كاس حليب والا كعبه ياغورت طبيعي، نضيفوا لهم شطر كاس مزهر والا ماء عطرشيه، نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم، نضيفوا لهم شويه معناتها ملح ونحطوهم في بلا دوفور بعد ما ندهنوه بشويه زبده، نطيبوا في درجه حراره 180 درجه مده 25 والا 30 دقيقه، سينو وقت اللي احضر نسقيوه بالشحور نتاعنا اللي يكونوا قد طيبناه على ذي معناتها باش يبرد، صحفه سكر وصحفتين ماء نخليهم يطيبوا ونخليهم يبردوا ومن بعد نسكوا بهم الهريسه نتاعنا دوب ما نخرجوها من الفور وقت اللي تكون سخونه. هذه بالنسبه للدباره نتاعنا اليوم. ان شاء الله يكونوا خفيف ظل عليكم. ان شاء الله تكون الدباره نتاعنا عجبتكم. نقول لكم نهايه اسبوع مريحه. ان شاء الله نتلاقاو في مناسبات قادمه مع اختي سميه. شاهي طيب الناس الكل. يعيشك. ميرسي بوكو شيف. احنا وصلنا لختام حصتنا. نحب نشكر سونتر ميرفي باي ايمان الصحباني في العمران الاعلى وين الفوايي نتاع البنات قد كيف كيف. نحب نشكر مبلا دوغاز على الصالون والكونسول الميزانيين هذوما. نحب نشكر تيلي شوب على قناه حنا باع اللي ودتنا بالمعون المزيان وبالبلاك ولا نسيت اسمه بالبلاك. حاجه بالحق ممتازه على الاخر. وبالطبيعه باش تلقاو الارقام قبيله كي حكينا عليهم ولا تنجموا حتى تلقاهم توا اسفل الشاشه. اللي حاب يعدي اي كوموند نتاع سيرفيس اينوكس 1810 ولا البلاك نتاعنا ينجم يكلمنا على الارقام هذوما. وبالطبيعه احنا نوصل لكم القضيه حتى كش الفيف الدار والتوصيل باش يكون مجاني من غير ما تدفع حتى دور. ونحب نشكر ميرسي توت ليكيب برافو يعطيكم الف صحه. حلقتنا وفيت. نتقابلوا كل عاده نفس التوقيت وقتاش ل 11 نتاع الصباح كل سبت وحد. الاعاده عندكم الاعاده الاربعاء نتاع العشيه. بون ويكاند الناس الكل. كلوا برشا واعملوا سبور وكلوا ماكله صحيه باش تنجموا تقاوموا ستريس. هذه الحياه المزعجه احيانا. باي باي شاهي طيب تشاو باي.